صباح الخير، صباح مليء بالأشواق على عيون كل متابعينا ومتابعين قناة رشيد الفضائية. وين ما تكونون يجدد لقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي يوم جديد، واللي من خلاله راح ترافقكم فقرات على مدار 3 ساعات من الوقت من الساعة 9 حتى الساعة 12. أتمنى لكم تقضون أطيب الأوقات برفقتنا كالعادة. قبل أن نتعرف على مواضيع فقرتنا اللي حترافقنا لصباح هذا اليوم، نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي لكل اللي حابين يتواصلون ويانا ويتعرفون على آخر أخبار البرنامج من خلال الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وأيضا الإيميل الخاص ببرنامج يوم جديد. أما الآن فمشاهدينا راح نتعرف على مواضيع فقرتنا اللي حترافقنا لصباح هذا اليوم. شمم ورياضة صباحية وفقرة فتنس. التعامل مع الطلبة والعلاقة بين الأستاذ والطالب في حوار مع الدكتورة ناز بدر خان. ومن بيروت معرض للنحاتة محاسن عجم. وفي طوكيو عرض لفيلم رونان 47 بحضور أبطال الفيلم. ومن إيران نشاهد تقريرا عن مهرجان الزهور ومجموعة نادرة من زهور العالم. وفي فقرة زودياك نطلع على توقعات الأبراج. إضافة مشاهدينا إلى فقرات البرنامج اليومية والثابتة وتقاريرنا المنوعة. أما الآن نبدي بأول فقراتنا، أحوال الطقس مع علي. يسعد صباحك. أسعد الله صباحك شهد وصباحات كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وكل من يتابعنا من خلال برنامج يوم جديد. النشر جوي لهذا اليوم وتوقعات درجات الحرارة في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية، وبداية من البلاد وحالة عدم الاستقرار الجوي نتيجة تأثير المرتفع الجوي القادم من البحر الأحمر على البلاد، أثر بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية من البلاد، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجوي أدت إلى حدوث هزة أرضية في عدد من المحافظات الوسطى ومن ضمنها عدد من المدن في بغداد، ولم تخلف أي خسائر وكانت الهزة الأرضية هي بسيطة والحمد لله على سلامة الجميع. نعود لنعرف درجات الحرارة وبداية من المحافظات الشمالية في العراق اللي تشهد انخفاض بسيط درجات الحرارة في عدد منها. لاحظ اليوم دهوك بعد ما كانت 22 درجة سجلت اليوم ب 20 درجة، أربيل 16 وسليمانية 17 درجة مع جو غائم جزئي في أغلب المحافظات الشمالية. في نينوى 21 وكركوك تكون أيضا 21، أما في تكريت تكون 17 درجة مئوية مع احتمال تساقط أمطار في عدد من المحافظات الشمالية. أما في غرب العراق الأنبار 20 والرطبة 16 درجة. في العاصمة بغداد وكربلاء تشهد نفس درجة حرارة هي 21 مع جو غائم جزئي، وفي ديالة سجلت درجة حرارة 19 مع تساقط أمطار، أما في بابل تكون 19 هي وواسط، والنجف 20 درجة، الديوانية 21 هي وديقار والسماوة، والبصرة اللي تشهد نفس درجة حارة مع جو غائم، وفي العمارة تكون 22 درجة. كانت هذه درجات حارة في المحافظات العراقية. ننتقل إلى العواصم العربية وبداية من الخليج العربي. مكة المكرمة تكون بدرجة حارة منخفضة انخفاض بسيط وسجلت فيها 41
درجة، أما في المدينة المنورة مستقرة على 39 مع جو معتدل هناك. مسقط 36 ودبي تكون 37، الدوحة أيضا 37، أما في المنام تكون 36 والكويت 37 درجة مئوية. إلى عمان اللي تشهد حالة استقرار جوي مع درجة تكون 26 وجو غائم جزئي، أما في دمشق تكون 30 درجة وبيروت 29، أما في القاهرة تكون 31 درجة. أما في دول المغرب العربي طرابلس 34، تونس اللي تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة 32 مع جو معتدل، والجزائر تكون 32 مع جو غائم جزئي، في الرباط مستقرة على 26 درجة. أخيرا في العواصم العربية نواكشوط اللي لاحظت تكون مستقرة أيضا على 39 درجة مع جو غائم جزئي لا يؤثر على المنطقة هناك. أما في العواصم العالمية وبداية من لندن تكون بها 19 درجة، مدريد 30 وروما 26 مع جو مشمس، في باريس تكون أيضا 26 ونلاحظ هناك جو غائم جزئي، في أثينا 29 وأنقرة اللي تشهد جو معتدل تكون بها 23 درجة، موسكو 6 درجات وطهران 28 مع جو غائم جزئي. أما في إسلام أباد لاحظ أيضا مستقرة على 33، كابول اللي تشهد انخفاض درجات الحرارة 31 مع وجود غيوم متفرقة هناك، ونيودلهي 34 درجة مئوية. أما في بكين اللي تشهد استقرار على 25 درجة مع جو معتدل، سجلت أيضا فيها درجة حرارة ب 25، وطوكيو 24 ونلاحظ هناك انخفاض بسيط درجات الحرارة في طوكيو مع جو غائم ومحتمل تساقط أمطار هناك. نعود مشاهدينا نتعرف درجات الحرارة في بغداد وحالة الطقس فيها، بداية من موعد غروب الشمس اللي سيكون في توقع الساعة 4:57 دقيقة، وشروق الشمس اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 6:37 دقيقة. أما سرعة الرياح المتوقعة لهذا اليوم 12 كيلومتر في الساعة، واتجاه يكون 4.1 يكون اتجاه شمالي، ومستوى الرياح يكون 9 كيلو متر وهو غير المستوى الاعتيادي نتيجة لوجود الضباب الكثيف. أما نسبة الرطوبة 70% ونقطة النداء 12 درجة، الضغط الجوي يكون 1017، حالة القمر يكون فول مون. أخيرا درجات الحرارة الصغرى والعظمى ستكون اليوم العظمى 21 والصغرى 12، غدا تكون 21 والصغرى أيضا 12، وبعد غد تكون 20 والصغرى 10 درجات. كانت هذه جولتنا في أحوال الطقس اللي تعرفنا بها على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية. تكملت فقرات برنامج يوم جديد حتكون مع شهد، لك الجو يا شهد، وإلى اللقاء. شكرا لك حالي مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة لصباح هذا اليوم راح ننتقل حتى نتعرف على حركة السير بشوارع بغداد بفقرة بغداد الآن.
مشاهدينا من بغداد الآن ننتقل لحركة الطائرات في مطار بغداد الدولي. مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم، وبالوقت القادم راح نكون مع فقرة فتنس ورياضة صباحية مع شمم لنتابع. صباح الخير، اليوم راح نعمل كارديو، راح نشتغل على ستيب، راح نحرق شوية فات، شوية دهون. الكارديو مثل ما شرحت لكم قبل بحرك الدورة الدموية، بغذي العضل بالأكسجين، بخلينا نحرق دهن أكثر ونصرف حريرات أكثر. رح نبلش مع بعض، رح نطلع ستيب، خطوة على ستيب، خطوة لتحت، دايما باليمين. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي يسار 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هالمرة رح نفتح قد ما فينا، نرجع منسكر مع بعض. 2 3 4 5 7 8 9 10. تاني طرف مع بعض. 2 3 4
5 7 8 9 10. رح نجرب نعمل طرفين مع بعض ونحرك ايدينا بنفس الوقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نمشي محلنا. اوكي، رح نعمل على الطرفين، بنعلي مرة يمين مرة يسار، أسرع شوي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هالمرة يمين بس. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني طرف. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. منضل عم نمشي، ما منوقف، منضل عم نمشي دايما لحتى تضل دورة دموية عم تتحرك. اوكي، هالمرة مرة يمين مرة يسار، عم نعلي فخذنا على طرف. 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي، هالمرة اليمين على طرف. 4 5 6 7 9 10. بعد كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لتاني طرف مع بعض. 2 3 7 8 9 10. كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نمشي. نضل عم نمشي. اوكي، هالمرة رح نطلع ستيب، نتني ركبتنا لورا كل مرة على طرف مع بعض. 2 3 4 5. اوكي، على طرف دايما لورا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10. 2 3 4 5
7 8 9 10. الثاني طرف مع بعض 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عم نمشي، ناخذ نفس. هالمرة بدنا نطلع الركبة لفوق، مرة اليمين مرة اليسار، منحرك ايدينا لنحرق اكثر. 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هالمرة ركبة يمين لفوق 20 ورا بعض قد ما فينا، منحرك ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. لتاني طرف اكيد مع بعض، منحرك ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 5 4 3 2 1. اوكي، عم نمشي، ناخذ نفس، نوقف على ستيب، رح ننزل مرة يمين يسار ونرجع نطلع يمين يسار يمين يسار مع ايدينا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هالمرة بالعكس، يسار برا يمين، نرجع منعلي سوا مع ايدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هالمرة رح ننزل نطلع بركبة يسار مرة باليمين 1 2 3 4 لفوق 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هالمرة منبدل متنية لورا 1 2 3 لفوق مع بعض 2 3 1 2. اوكي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هالمرة منعلي على طرف 1 2 3 اليسار على طرف. اوكي 1 2 3 1 2 3 مع بعض 3 4 5
7 8 9 10 اخر 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نطلع ستيب مرة اليمين مرة اليسار بنحرك ايدينا كمان راح نبلش نسرع مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي مش مدر عم نمشي اخر تمرين رح ننزل 1 2 نطلع على ستيب اوكي مع بعض 1 2 فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نرجع للقبله 1 2 رح نبدأ نسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نمشي شوي رح نعمل 1 نفتح ونرجع نسكر تاني طرف مع بعض 2 على الأسرع 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي اخر شيء رح نوسع شوي ونبلش نسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع بعض اسرع 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 قد ما فينا اسرع برافو صبايا ناخذ نفس ستريتشينج اكيد راح تحسوا كثير بحيويه ونشاط بعد هالحلقه تاني طرف عالستب تاني طرف وهيك بتكون فقرتنا لليوم خلصت ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها نشوفكم بكره مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا وبالوقت القادم راح نكون مع حكاية زهرة ورحلتها عبر السنين
هذه قصة إحدى أكثر النباتات الزهرية المتسلقة فتنة والمعروفة بخصوبتها. إنها النبتة المتسلقة فوق قناطر المداخل والجدران، منها الضخمة الملتفة والمصقولة الناعمة. أزهارها المتنوعة تضفي رونقا بهيا على الحدائق. إنها حكاية ياسمين البر. إنها الجزيرة الشاعرية الطبيعية جيرنزي، تبعد 80 ميلا جنوب إنجلترا وتبعد 30 ميلا عن ساحل النورماندي الفرنسي. جيرنزي هي جزيرة الزهور وهي دائمة الإزهار طيلة العام. هذه الجزيرة اعتادت أن تكون جزءا من دوقية النورماندي، وكانت اللغة الفرنسية هي السائدة فيها. اليوم هناك بعض الجزر التي لا تزال تتكلم الفرنسية، وما زالت تقاليد أهل هذه الجزر راسخة بثبات. لجزيرة جيرنزي تاريخ طويل في الحرب بين إنجلترا وفرنسا والاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، ما ترك ميراثا من العلامات الحربية على الأرض إلى اليوم. أصبحت جيرنزي معروفة بسبب تاريخها في الجنائن الممتد حتى 200 عام، وهي الآن منزل لمجموعة من المشاتل المتخصصة، بما فيها واحد من أضخم المشاتل المهتمة بياسمين البر في العالم. مشتل جيرنزي يوجد فيه أكثر من 5 ملايين غرسة تنتج سنويا من أجل الأسواق العالمية، وهناك أكثر من 200 نوع من ياسمين البر وأصناف أخرى تنمو هناك ثم تشحن إلى 20 دولة مختلفة. خلال الصيف هناك أكثر من 45,000 شتلة من ياسمين البر توضب يوميا، والكثير منها معروف عنه أنه من أنواع حديثة، لكن بعضها يعود إلى القرن 19 عندما كان ياسمين البر يستحوذ على شعبية هائلة. إذا ذكرت النباتات المتسلقة اليوم فإن الاسم الذي يتبادر إلى المخيلة هو ياسمين البر. هناك أكثر من 200 نوع منها، وكذلك أكثر من 1,000 نوع من الشتلات الأخرى التي تنمو حول العالم. التنوع في الشكل والحجم واللون جعلها أكثر النباتات المتسلقة شعبية، وهناك ياسمينات البر تبعا لكل ذوق. في القرن 16 وصفها ويليام تيرنر بمتسلقات السياج في كتابه أسماء الأعشاب. هذه النبتة الإنجليزية المنشأ والنوع أي ياسمين فيتالبا أصبحت متعة المسافرين. أحد أهم الياسمينات المفضلة لدي هي ياسمين الصقر الصغير، وهي تسمية أطلقها عليها ريموند إيفرسون مستعملا ياسمين المطعم. زرعت نوعا منها صغير الزهر وأزرقه ما بين نباتات الورد المتسلقة، وبالرغم من أنها ليست من النوع المتشابك فإنها تشابكت بشكل مدهش مع القصبات الداعمة لنباتات الورد وأزهرت طيلة فصل الصيف على هذه الحالة التي ترونها في هذه الزهرة. عندما جلبت 4 أنواع من اليابان إلى الجزر البريطانية في القرن 19، تهجنت في إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وانطلقت بهية الألوان. لكن في القرن 20 بدأ أن المهتمين بتهجين الياسمين وقعوا في مأزق ظهور مرض خطير يصيبها، وهو داء الذوي. وبالرغم من أنه لا يزال مشكلة فإن الياسمين لا يزال مستمرا في التقدم.
ياسمين البر تنتمي إلى فصيلة الحوذانيات والتي تشمل قلنسوة الراهب وشقائق النعمان والدلفينيون والحربق، لكن لا تملك هذه الزهرة البتلات، بل تملك السبلات التي لا يمكن تخطي حجمها ولونها. الياسمين تتنوع في حجمها من الحجم الصغير إلى شجيرة القطلب والمتسلقات التي تصل إلى ارتفاع 15 قدما. معظم المتسلقات المعروفة هي إما توأمية أو لها لوالب، فتتعلق الياسمينات بواسطتها وتتسلق بواسطة الالتفاف اللولبي للأوراق حول أسيرها. بالرغم من أن المرجعية المدونة للياسمين نادرة، فإن الاهتمام بزراعتها بدأ في القرن 16، وبالتحديد عام 1569، عندما نقل أول نوع إسباني، أي ياسمين فيتسيلا، إلى بريطانيا خلال حكم الملكة إليزابيث الأولى. لعبت دورا كبيرا في تطور الياسمين، واستعملت في عمليات التهجين القديمة. وخلال النهضة الإنجليزية شهدت البلاد استخدام مجموعات من أنواع الياسمين من جنوب وشرق أوروبا، لكن بعد 180 عاما أصبح هناك أنواع جديدة، منها ياسمين فلوريدا من الصين وياسمين الأهل من اليابان. هذه الأنواع المثيرة أحدثت قفزة واسعة في تهجين الزهور. هناك جهود منظمة لتطوير الياسمين بدأت في القرن 19، فكان التمازج التالي في التهجين بين الأنواع اليابانية والصينية مع ياسمين فيتسيلا قد أنتج أزهارا مدهشة وكثيرة الأنواع، وأصبحت ذات شعبية كبيرة. تطور زهرة الياسمين الكبيرة التي نراها اليوم حصل على يد إسحاق أندرسون هنري من اسكتلندا في منتصف القرن 19. النوع الأساسي المستعمل في التهجين ياسمين ريجاينا حظي بعدة جوائز مشرفة، وياسمينته المشهورة هنريا تباع في كل أنحاء العالم. بين عام 1860 و1890 أنتجت أنواع أخرى من الياسمين، وكانت المصنفات تحصي أكثر من 200 زهرة كبيرة مولدة بالتهجين، من بينها ياسمينة جاك ماني آي، وهي الأكبر حجما. ويعود هذا الإرث في إنتاج هذه الياسمينة إلى المهجن جورج جاكمان وأولاده في القرن 19، وقد صمدت حقيقة أمام عاديات الزمن في إثبات أهميتها كزهرة جميلة من المتسلقات. خلال السنوات الطويلة للتهجين حدثت قابلية للمرض في الياسمين، فبدأ الذهول يصيب النباتات الجديدة ويسمى المرض الأسود، وذلك بسبب اسوداد سيقانها، وكان التأثير مأساويا عليها. بدأت الياسمينات تفقد بسرعة الطلب عليها وتوقفت عمليات التهجين. انتظرت الياسمينة نصف قرن لكي تستعيد أهميتها. ريموند إيفرسون اهتم بالوراثة النوعية لمدة تزيد عن 40 سنة، ولقد أسس مجموعة تزيد عن 500 نوع وإنتاج زراعي، بالإضافة إلى تأليفه الكتب. عين ضابطا عام 2000 تقديرا لما قدمه من خدمات في مجال الزراعة، واليوم كثير من إنتاجه لأنواع الياسمين تحمل أسماء من البيت الزراعي المحلي. ريموند، هذه المجموعة من ياسمين البر وسعت موسم الأزهار للأصناف الجيدة. أجل، هذا هو الهدف، إعطاء الناس ما يريدون من زهور ولفترة زمنية طويلة. نحن لا نبحث عن الضخامة كالزهور الكبيرة التي نبتت ربما منذ مئات الأعوام. نحن نريد الحجم المتوسط من هذه الزهور والتي تزهر لمدة طويلة. وبينما نحن نتحرك خلال هذه المجموعة، فنحن نصل إلى الأعلى حيث آخر ما تفتح من زهور جاكماناي، وهي أفضل واحدة نمت أيضا.
مناي متكونة بالطريقة التي وصفتها، فهي مثالية في الزراعة بين الورود، وهي تزهر خلال فصل الصيف وتنمو خلال النمو الفصلي الحالي. ولهذا فإنه من وجهة النظر التقليدية فأنت تقطعها كثيرا ثم تعود إلى النمو والإزهار. وبينما نحن نتحرك من خلال بعض الأنواع غير العادية، فإن ياسمين الكرمية التي هي رفيعة جدا وصغيرة كانت هي من الأنواع الأولى التي استقدمت إلى إنجلترا، ومنها انطلق عمل التهجين. ولكن هذه الأيام نحن لدينا بالطبع هذه الكرمية المهجنة، والتي أعتقد أنها رائعة من أجل التربية مع نباتات حشائشية أخرى. نعم، دوقة ألبانيا هي مهجنة من ياسمين تكسانسيس، وقد تفاجأت في حقيقة الأمر. لي صديق جنائني في شمال شرق تورونتو، ولقد فهمت أن هذا النوع من التكسانسيس هو نوع قادم من تكساس، واعتقدت بأنها ناعمة، ولكنها قد تتعرض إلى درجة حرارة 30 تحت الصفر أو أكثر، ثم تعود وتنمو خلال أسبوع وتزهر بجنون. وهكذا مع هذه المنمنمات أعتقد أنها جيدة، تبدو صافية، وهناك غيرها من الأنواع كلما تحركنا خلال الموسم، كما هو الحال في فيورنا. فيورنا نوع فاتن، وقد رأيت أنه ينمو في واقع الأمر في براري كارولينا الشمالية. وهكذا فإنك تحصل على صغار الحجم على شكل الإبريق وتنمو فوق الجبال، ممتعة وأنيقة. وبعد أن نخرج من الموسم، هناك ياسمين روح بولندا، ويباع بكميات كبيرة وفي كل مكان حول العالم. إنها نبتة وجدت عندما كنت أقوم بزيارة الكاهن ستيفان فرانشيك، وهو يهتم كثيرا بالياسمين. وفي عام 1984 كنت في وارسو في بولندا، حيث زرته ونظر إلى هذه فلم تعجبه، وكان يبحث عن شتلات بأزهار كبيرة الحجم، وهكذا فإنه أعطاها لي بلطف، فقمنا بتلقيحها. وهكذا إذا كان أحد ما محبطا بسبب ياسمينة تموت من الذبول، فعليه أن يزرع الروح البولندية، لأنها ستنمو بشكل أكبر من غير عناية. هذه واحدة غريبة، إنها كرمية بلينا الأرجوانية. إنها نبتة غريبة جدا، وهي هجينة بشكل واضح، وأعتقد أنها كانت تنمو عام 1500 في حدائق أوروبا. سوف أريك بعضا من هذه المجموعة. عاد فايت إلى موطنه ليؤسس عملا خاصا به، وكان ذلك في وقت شهد ركودا اقتصاديا. لكن فايت وزوجته افتتحا محلهما الأول عام 39. اليوم وبعد 60 عاما أصبحت فيرنلي للأزهار واحدة من أكبر شركات تصدير النباتات في شمال أمريكا. إنها تنتج أفضل أنواع الشتول لكل الفصول وعلى مدار السنة. ومع اقتراب أيام الخريف الباردة، يعبق أريج آلاف الأزهار في فيرنلي، وتزين أزهار بخور مريم المكان بألوانها الزاهية. حين تبدأ أوراق الأشجار بالتساقط، نفتقد لمستها الملونة في منازلنا خلال الشتاء، ويكفي أن نقوم بزيارة لأحد محل الأزهار لنستمد النشاط الذي نحتاج إليه من بخور مريم. يعرف البعض منا هذه الزهرة باسم سيكلمان بيرسيكم. لقد فرضت هذه الزهرة المنزلية الجميلة نفسها كأكثر الأزهار الشتائية شعبية في بريطانيا وأمريكا وكندا، وقليلة هي النباتات التي تستطيع منافسة تنوع وألوان أزهار بخور مريم، من الأخضر والفضي إلى أشكالها التي تشبه البصمات. لا توجد ورقتان من زهرة بخور مريم متشابهتان. اكتشفت هذه الزهرة فوق جبال هضبة الجولان السورية، ويقال إن موطنها الأصلي هو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الغربية وحوض المتوسط. في أواسط القرن 19 اكتسبت نباتات الأحواض شعبية كبيرة في إنجلترا. لقد بنى الملاكون الأثرياء داخل ممتلكاتهم دفئات متقنة من أجل الحفاظ على الأنواع الغريبة التي كان يحضرها فائض النباتات من الخارج. بعد إدخالها إلى أوروبا في منتصف القرن 17، تحولت هذه الأزهار الرقيقة إلى مهجنات نشطة زرعها الملايين حول العالم، من الأشكال الجميلة المضاعفة إلى أزهارها المتنوعة الألوان. يستمر المستولدون في تطوير أنواع جديدة منها لتزيد من سحر وروعة هذه الأزهار الغريبة. الأمر لم يكن دائما هكذا،
والغريب أن هذه الزهرة لم تكن موقرة من البشر فقط، بل من الحيوانات أيضا. هذه الزهرة عضو من فصيلة أزهار الربيع، لكنها لا ترتبط ارتباطا وثيقا بها، وهي نباتات درنية تعيش في وسط أوروبا وغرب آسيا وأجزاء من شمال أفريقيا. نوعها فريد، وتسهل العناية بأزهار بخور مريم، ويمكنها الإزهار على مدار السنة داخل المنزل أو خارجه. لكن بالرغم من كل جمالها، ترتبط هذه الأزهار ارتباطا فريدا مع بعض الحيوانات البرية. إنها زهرات فريدة من نوعها. ذكر الفيزيائي اليوناني ديوسكوريدس أن من بين أنواعها يوجد نوع يستخدم في عمليات التجميل، كما قيل أن هذه الزهرة تسبب الإجهاض إذا وقفت امرأة فوقها، لكنها تساعد على الولادة إذا تزينت بها. صنع من أزهار بخور مريم مرهم يستخدم لعلاج لدغات الأفعى. وقيل أيضا إن مزج شراب أزهار بخور مريم مع العسل مفيد لمرض إعتام عدسة العين. أما عصير جذورها فقد استخدم لتنظيف الجلد ومنع التشوه. وثمة فوائد أخرى لهذه الزهرة الجميلة التي اسمها بخور مريم. في القرن السادس عشر نشر جان جيرار كتابا في الأعشاب أوصى فيه باستخدام زهرة بخور مريم كعلاج مفيد للحب، وكل من يتناول شطائر مصنوعة من جذورها البصلية سيقع فورا في الحب. ذكرت كتب الأعشاب الحديثة أن هذه الزهرة تجبر كل من يلمسها على التعلق بها نظرا لرائحة عطرها المميزة. كل هذه العوامل ترفع من شأن أي زهرة. ورغم وجود أنواع جميلة من أزهار بخور مريم، إلا أن مهجنيها يفضلون زراعة نوع بيرسيكوم، ثم يعمدون إلى استيلاد هذه الشتول ضمن تشكيلة واسعة من الألوان والأشكال، وهي الأنواع الأفضل والأكثر زراعة. وتتطلب هذه الأنواع مناخا دافئا لتنمو، وهي تزرع في مستوعبات كنباتات داخلية. نوع بيرسيكوم زرع أول مرة في فرنسا في القرن الثامن عشر، وتحمل الزهرة الأصلية أزهارا بيضاء صغيرة ذات أريج عبق، لكن عمليات التهجين الأولى أنتجت ألوانا جديدة ويبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم الأنواع البرية. أول إشارة لهذه النبتة وردت في قاموس فيليب مولر الذي نشر عام 1768. ميز ميلر ستة أنواع من بين أزهار بخور مريم، بينما صنف كارل دينايا نوعا واحدا فقط. عارض ميلر ذلك وأظهر بوضوح خصائص كل نوع من هذه الأزهار أثناء زراعته. بقيت تحليلات ميلر عن الأنواع من دون تغيير إلى أن أضيفت أربعة أنواع جديدة على مجموعة القرن التالي. ورغم أن بخور مريم كانت تحظى بشعبية، إلا أنه لم تحدث أي عمليات تهجين تذكر حتى القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت كان نوع بيرسيكوم يعتبر من النوع المعمر الذي يحتاج إلى ما بين ثلاثة أو أربعة أعوام ليبدأ بالإزهار، لكن كل ذلك تغير في القرن التاسع عشر عندما طور البريطاني جون ويلت نظرية تستطيع من خلالها هذه النباتات الإزهار في 18 شهرا كحد أقصى. مع حلول عام 1860 كانت بيرسيكوم تعرض في كل أنحاء بريطانيا، وبدءا من عام 1890 تجاوز حجم هذه الأزهار ثلاثة أضعاف حجم نظيراتها البرية.
مع بداية القرن العشرين وبواسطة عمليات التلقيح اليدوية ظهرت الألوان الوردية والأرجوانية والحمراء والقرمزية، وعلى امتداد قرن حولت جهود المستولدين هذه الزهرة البرية إلى نبتة أكثر تنوعا وجمالا. وفي أيامنا هذه تزين زهرة بخور مريم المنازل والحدائق في كل أنحاء العالم. مرة أخرى يجدد لقاءنا وياكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان بهذا الصباح، ووصلنا إلى فقرة شلون صحتك. اليوم نتحدث عن تخثر أو الذي يؤدي، ما الذي يؤدي إلى تخثر الأوعية الدموية العميقة في الساقين، وحيكون حوارنا مع الدكتور مثنى العسل اختصاص أمراض قلبية وصدرية وأوردة دموية، لكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم مره اخرى، واكيد راح بالدكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات. دكتور، عرفت موضوعنا اليوم عن تخثر الاوعيه الدمويه وايضا العميقه في الساقين، وبدايه حابين نعرف انه هل انه تخثر الاورده العميقه في الساقين هي معناتها الجلطه؟ لا، تخثر الاورده العميقه في الساقين هو مرض ينتج من قله الحركه او عدم حركه الطرف السفلي لفترة من الزمن، أو إصابة ببعض أمراض الحميات، مما يجعل المريض مستلقي في الفراش لمدة طويلة، فعدم حركة الدم داخل الأوردة وعدم حركة العضلات المحيطة بهذا الوريد تؤدي إلى ركود الدم لفترة، وهذا الركود يؤدي إلى حدوث خثرة في هذا الوريد، مما يؤدي إلى توقف جريان الدم داخل الوريد، وبالتالي تورم القدم. الجلطة الرئوية هي إحدى مضاعفات هذا المرض، راح نتحدث يعني عنها حقا في المضاعفات. في حالة الإصابة بالجلطة أو التخثر الأوعية الدموية في الساقين هي اللي تسبب تخثر، ممكن إحدى مضاعفاته، إحدى مضاعفات هذا المرض، سرح نجي لاحقا عن المضاعفات. إحدى مضاعفاته هي الجلطة الرئوية حصرا، يعني ليس ولا جلطة دماغية ولا جلطة قلبية. طيب دكتور، العوامل أو الأعراض تكون مختلفة من مكان إلى آخر طبعاً حسب نوعية. خل نبدي بالأعراض حتى السادة المشاهدين يعرفون عندما يصير الشك، بعدين نجي العوامل المسببة له. أعراض تخثر الأوردة العميقة في الساقين هو تورم أحد الساقين أو كلاهما، على الأكثر يكون واحد فقط. في حالات قليلة يكون الساقين مصابين سوية. تورم الساق، ارتفاع درجة حرارتها، ثقل وألم في منطقة عضلة الساق. يحدث عادة هذا بعد أيام من بعض العمليات الجراحية، خاصة عمليات الحوض، عمليات النسائية، عمليات البروستات، الكسور في العظام الطويلة، سواء كان تثبيت الكسر بواسطة الجبس أو بواسطة العملية، يعني تثبيت بواسطة البليت. ممكن جلطة قديمة تكون تأثر؟ هذا في بحث آخر. هذا في مثلا مريض مصاب بجلطة دماغية وعنده شلل في شلل نصفي. قلة الحركة لهذا المريض ممكن تؤدي إلى تخثر أوردة عميقة في أحد الساقين. نفس الوقت أكو بعض الناس اللي يصابون بحميات، يعني مثلا حمى مالطة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة عالية، مما يؤدي إلى أولا أنه راح يصير جفاف عند المريض، ثانيا المريض راح يكون نائم بالفراش لمدة طويلة، أسبوع 10 أيام، تكفي هذه المدة لحدوث هذه الخثرة في الأوردة العميقة. إذن العوامل عديدة. العوامل عديدة، نبدأ قلنا بقلة الحركة أو عدم الحركة، الكلي أو الجزئي. الكلي يعني المريض كله مستلقي، أما مسوي عملية عنده كسر عنده كذا. الجزئي مثلا كسر في عظام الساق، خاصة عظام الطويلة أو عظام الفخذ، وعولج بالتجبيس،
تعرف هذا راح يؤدي الى عدم حركه عضلات الساق. نعم. فبعد ما يفتح الجبس او ممكن اثناء الجبس يشعر ان رجله ثقيله، ربما يعزيها المريض الى انه ملفوفه بالجبسونه وكذا، لما يفتحون الجبس راح يلقى انه الرجل متورمه حاره، عندما يراجع الطبيب راح يعني يكتشفون انه عنده تخثر في الاورده العميقه. العامل الثالث الجفاف. نعم. خاصه في كبار السن، تعرف ان الجفاف يحدث لديهم اسرع مما لدى الشباب، وايضا كبار السن يكونون قليلي الحركه، فاذا فاي مرض من امراض الحميات عند كبار السن هو عامل من عوامل تخثر الاورده العميقه. النساء بعد الولاده سواء كانت الولاده الطبيعيه او عمليات ممكن النساء تكون اكثر عرضه لموضوع تخثر الاورده. نعم، اكثر عرضه اولا لانه يضاف اليهم عامل الحمل والولاده. نعم. اثناء الحمل ممكن الولاده، العمليات القيصريه، عمليات الرحم، إضافة إلى التركيب الهرموني للنساء يختلف عن العضلات، ممكن تكون العضلات أضعف، ضخ العضلات يكون أضعف طبعا، وأيضا عوامل الهرمونية جدا مهمة، لأن التركيب الهرموني للأنثى تختلف عن الرجل. طيب هذا كل الحديث تحدثت عن عوامل تكون خارجية، لكن هناك عوامل مثل عامل الوراثي. نعم، هذا ايضا مسجله. نعم نعم، هذه تكون اخطر من العوامل اللي ذكرت. مو اخطر، وانما المريض المفروض يصير هناك عندما احد المرضى مثلا او بصدد اجراء عمليه، المفروض عندنا ناخذ مجموعه من المعلومات. نعم. عنه وعن تاريخ عائلته المرضي. فاذا كان احد افراد عائلته مصاب بتخثر الاورده العميقه، يجب ان ناخذ احتياطات مضاعفه لهكذا مريض، فنبدأ بإعطاء مواد المضادة للتخثر قبل وأثناء وبعد العملية إلى أن يعود إلى كامل حركته، وبذلك نكون تجنبنا الإصابة بهذا الشيء. هذا عامل مهم، ويجب على المريض. نعم. الذي في عائلته أكثر من شخص مصاب بتخثر الأوردة العميقة، يعني سواء الوالد أو الوالدة. نعم نعم، يعني إخوانه أو خواته. نعم. أو أعمامه أو أخواله. يجب عليه إبلاغ الطبيب قبل إجراء عمليات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. طيب دكتور، ضمن موضوعنا اليوم اللي هو تخثر الأوردة الدموية أو الأوعية العميقة في الساقين، ذكرت أنه هذه لها مضاعفات أيضا. نعم. خلينا ندخل على مضاعفات هذه الأمر بعدين. المضاعفات تحدث المضاعفات إذا أولا إذا لم ينتبه المريض. نعم. أو الطبيب الذي فحص المريض إلى وجود التخثر، أو إذا لم يعالج بصورة جيدة، أو إذا لم يلتزم المريض بالعلاج. نعم. حينها تظهر المضاعفات. المضاعفات أما يمتد التخثر إلى الأوردة الأقرب فالأقرب إلى القلب، أخطر هذه المضاعفات هو الجلطة الرئوية، لأن هذه الخثرة مثل ما قلنا ممكن أن تنفصل، هذه الخثرة تسير مع الأوردة إلى أن تصل إلى الوريد الأجوف السفلي إلى الأذين الأيمن فالبطين الأيمن فالشريان الرئوي. المعروف أنه سير الدم يكون ضد جاذبية الأرض. لا لا، ما له علاقة. أكو يعني أكو الدورة الدموية الشريانية. نعم. هي بضغط الدم. نعم. بضخ الدم من القلب. نعم. بواسطة تقلص البطين الأيسر. نعم. رجوع الدم إلى القلب يكون معظم الأحيان، لأن احنا معظم الأحيان واقفين أو قاعدين، فيكون مثل ما تفضلت عكس الجاذبية. جاذبية. هناك عوامل عديدة تساعد على وصول الدم إلى القلب مرة أخرى، اللي من ضمنها تقلص العضلات اللي موجودة في الساقين، المضخات بالضبط، تسمى في بعض الأحيان القلب الثاني. نعم. اللي هي نفس العضلة اللي تحدثنا عنها. عندما يضعف عملها، عندما نتركها، إحنا نتركها ما نحركها. النقطة الأخرى اللي تساعد على عودة الدم هي وجود صمامات في الوريد تؤدي إلى تقسيم هذا العمود من السائل إلى مراحل، بحيث عندما يعبر الدم إلى مسافة الصمام يمنع رجوعه. نعم. إلى أن تجي ضغطة أخرى من العضلة تصعد هالكمية وتجيب كمية أخرى غيرها. النقطة الثالثة هي وجود ضغط سالب في الصدر، مثل آلية شفط تصير. نعم. بحيث يسحب الدم إلى تجويف الصدر.
فمثل ما بدينا الموضوع أنه ممكن الخثرة تسير إلى أوردة الأقرب، فالأقرب إلى القلب، تصل الوريد الأجوف السفلي، تدخل إذين الأيمن ثم البطين الأيمن ثم تضخ إلى الشريان الرئوي، وهنا تحدث الجلطة الرئوية حيث تسد هذه الخثرة أحد الشرايين الرئوية أو الشريان الرئوي الرئيسي أو كلاهما، يعني الأيمن الأيسر. فتعتمد الأعراض حسب شدتها والنتائج حسب شدتها، وقد تكون لا سمح الله نتائج مميتة. هذه إحدى المضاعفات وهي المضاعف الأخطر طبعا. المضاعفات الأخرى عند عدم العلاج ممكن أن تظل الساق متورمة بصورة دائمية، وهو ما نسميه عدم كفاءة الأوردة العميقة، بحيث تورم الساق، عدم القدرة على الحركة بالإضافة إلى لا يقدر يتحرك لكن يشعر بثقل، أقل تأثيرها على المفاصل أيضا لا ما تأثر على المفاصل، لكن عندما يقف لفترة، يعني أنا وأنت نقدر نوقف خلينا نقول نص ساعة ساعة بدون نشعر بالتعب، هو مثلا 5 دقائق إلى 10 دقائق يحس الرجل احتقنت صارت ثقيلة، يعني يسحبها بصعوبة، وبذلك تعيق المريض على أداء عمله إذا كان عمله يتطلب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. الناحية الأخرى ممكن أنه هذا الاحتقان المزمن يؤدي إلى نضوح خلايا الدم خارج الوريد إلى الأنسجة تحت الجلد، تؤدي إلى أولاً اصطباغ الجلد وما تحته بصبغة داكنة، وبعد إذا طولت الحالة والمريض ما تلافاها وما عالجها ممكن تؤدي إلى تقرحات، لأنه هذا الضغط العالي بالأوردة يؤدي إلى عدم وصول الدم في الشرايين الصغيرة، يعني يصير ضغط عالي بالأنسجة بحيث الدم ما يوصل بكمية كافية للجلد فتحدث تقرحات، وهذه التقرحات إذا حدثت نسميها القرح الوريدية، وهي قرح صعبة العلاج، تحتاج إلى مدة طويلة من العلاج، إلى التزام تام من المريض مع كفاءة في العلاج ولمدة لا تقل عن سنة ليحصل المريض على نتائج مرضية. لذلك إحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، فإحنا نبدي بالوقاية من تخثر الأوردة العميقة إذا حدثت لا سمح الله عند المريض، التشخيص والعلاج المبكر. لذلك ندعو جميع مرضانا إلى التنبه إلى هذا هكذا حالات، أي مريض عنده عملية، عنده كسر، عنده نام بالفراش لأي سبب، مثلا كان عنده انزلاق ونصح الطبيب أن ينام في الفراش لعدة أيام لتلافي مضاعفات الانزلاق، أي مريض من هؤلاء إذا انتبه إلى أنه أحدى ساقيه أصبحت ثقيلة أو متورمة أو حارة أو مؤلمة يجب أن يراجع طبيب، ويفضل أن يكون طبيب الأوعية الدموية في هالحالة لتشخيص الحالة. طيب دكتور، نحب ننوه بداية أنه اللي يحب يشاركنا من كل المشاهدين مع اللي تسعى أرقامنا تظهر أسفل الشاشة بين الحين والآخر، وأكيد الدكتور حاضر عن الإجابة وعن كل استفساراتكم وأسئلتكم. دكتور، بعض حالات التخثر في الأوردة العميقة أو غيرها تكون موجودة لكن بدون أعراض، هل موضوع تخثر الأوردة في الساقين ممكن تكون أعراض من تكون محسوسة من قبل إذا كانت العين المجردة؟ بالضبط، إذا كانت الخثرة بسيطة بالأسابيع الأولى ربما لا يشعر المريض إلا بأشياء بسيطة أو أعراض بسيطة يعني يعبرها بسهولة، هيج مريض ممكن وراء فترة نشعر به، أو إذا راجع الطبيب المختص لسبب أو لآخر ولاحظ الطبيب أكو فرق بحجم الساقين حجم ولو بسيط، وبالتاريخ ماله أنه كان عنده فد إصابة أو عنده رقود في الفراش لفترة، ممكن أن نجري فحص الدوبلر. طبعا احنا ما تطرقنا لتشخيص الحاله، التشخيص يكون اما يعني اولا بالاعراض، انه المريض يجي يشكو من الاعراض اللي ذكرناها ومرافقه بها، يعني مرفقه بالتاريخ المرضي للمريض مثل ما ذكرنا انه عنده عمليه سابقه او كسر او كذا قبل فتره بسيطه. احيانا الجلوس لفترات طويله، السفر مثلا عن طريق البر لساعات مثلا متواصلة 12 ساعة 10 ساعات متواصلة ممكن يؤدي إلى تخثر أوردة عميقة.
لذلك ينصح المسافرين كل ساعتين ثلاثة ينزل من السيارة ويتمشى لفترة بسيطة ويرجع ويحرك رجله بصورة دائمة. نعود للتشخيص. دكتور قبل التحدث عن التشخيص، انه المعروف انه التشخيص هو عن طريق الجهاز الدوبلر، هذا تثبيت التشخيص. يعني التشخيص الاول هذا المتعارف به، لكن هناك ايضا اجهزه اخرى، ممكن رنين مغناطيسي، ممكن انه هذه اذا 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 احتاجينا الى اشياء اعقد، بس هو عاده الدوبلر كافي جدا. بعد ان يشك المريض الطبيب بوجود الاعراض، يشك بوجود الخثره، نرسل المريض الى فحص الدوبلر اللي هو فحص بالموجات الفوق الصوتية، يعني نفس فحص السونار لكن ببروب خاص لفحص الأوردة والشرايين. هذا يشوفنا جريان الدم، يشوفنا قابلية انضغاط الوريد، لأن الوريد عادة ينضغط بسهولة إذا كان يحتوي على الدم الطبيعي وليس على خثرة، وأيضا نشوف الخثرة نفسها بواسطة الدوبلر، ونحدد المسافة التخثر في أي وريد وإلى أين تنتهي هذه الخثرة. هذه مهمة حتى بالمتابعة المستقبلية بعد العلاج، نشوف الخثرة إيش قد تحللت، وين رجع جريان الدم طبيعي في هذا الوريد. دكتور لكن قبل أن تكمل، أنه هناك حديث عن بعض العيوب بهذا الجهاز، جهاز الدوبلر، انه الدوبلر ما يفرق بين الجلطات القديمه والجديده. هذه ما يعني هي ما تفرق عندنا احنا، صحيح هو ما يفرق، ما تفرق عندنا، ولكن فحص الدوبلر العيب الاول بي وهو انه يعتمد على الشخص اللي يشتغل عليه. يعني كفاءه التشخيص تعتمد هي من كفاءه الطبيب اللي يفحص، وهذه طبعا تختلف بين شخص واخر كأي يعني آلة أخرى، يعني تدار من قبل البشر. هناك ناس كفؤين جدا، هناك ناس يعني متوسطي الكفاءة، وهكذا. فهذه تبقى يعني مهارة الأخصائي العيادة الدموية في معرفة التقرير المضبوط اللي يتطابق مع أعراض المريض، وراء مدة صعدنا خبرة من هو الأكفأ، وبالتالي طيب بالنسبة لاكتشاف خلينا نقول التخثر اللي موجود بالأوردة الداخلية في الحوض الداخلي، أيضا تكون نسبته قليلة بالنسبة نسبة الاكتشاف أو معرفة، طبعا يكون أصعب، واللي سبب إلى الجلطة الرئوية طبعا وهو الأهم. نعم. لذلك أي شك بوجود التخثر الأوردة العميقة يجب أن نجري فحص الدوبلر لسلامة المريض. طبعا بالأوردة كذلك، مثل ما تفضلت بالحوض، أوردة الحوض التشخيص يكون أصعب، ولذلك يجب أن يكون اختيارنا لفحص الدوبلر أدق، يعني وعند أكفأ الناس الموجودين. يعني لما تكون دكتور نسبة حوالي 20% نسبة المعرفة تكون صعبة بالنسبة للمريض اليوم. لا لا، يعني هي أكيد مو 20%، ولكن مثل ما تفضلت إذا مثلا بالدوبلر ما قدرنا نشخص بوجود الخثرة في الحوض، ممكن نسوي رنين مغناطيسي ملون للأوردة وهو فحص الـ MRV ونشوف الخثرة وإلى أين تصل، وهذا موجود ومتوفر فحص. فهذا طبعا نحتفظ به للحالات اللي لازلنا نشك بالتشخيص، ولكن فحص الدوبلر ما ثبت أن هذا الشيء. يعني هذا يكون في مرحلة الأخيرة نقول جهاز الدوبلر، لأنه مكلف بالنسبة للمريض. لأنه يعني توفر مثل الدوبلر في أي مكان. يعني أغلب خلينا نقول المراكز الكبرى هي ما تحتوي على هذا الجهاز. لا موجود، ولكن تعرف عليه ضغط الجهاز. يعني مواعيد قد تصل إلى أسابيع، لكن هو متوفر الحمد لله. يعني في السنوات السنتين ثلاثة الأخيرة توفر الجهاز، والمواعيد مالته نوعا ما معقولة. يعني طيب الأعراض اللي مثل ما ذكرت أنه هناك بعض الأعراض بالنسبة لجلطة الساقين، في حال تعرض الشخص المصاب إلى الجلطة الرئوية تكون نفس الأعراض لو تكون هناك أعراض أخرى ممكن؟ لا طبعا لا، هو بعد أن يكون المريض أما مشخص ويعرف نفسه، أو أحيانا بعد التشخيص ما صاير وإنما يشكي من من ورم في الساقين، وراجع سيمة الناس أخبر أنها تشنج أو إصابة أو ولم يأخذ العلاج اللازم، وراء مدة يعاني المريض من صعوبة نفس قد تكون مفاجئة جدا، صعوبة في النفس، آلام في الصدر، قد تصل إلى حد الاختناق، ينقل المريض بسرعة إلى المستشفى، وهناك من خلال إجراء
فحوصات مثل أشعة الصدر وتخطيط القلب الكهربائي، ممكن أن يشك الطبيب بوجود جلطة رئوية فينقل إلى فحص المفراس الملون اللي يثبت وجود الخثرة هذه، وفحص الإيكو أيضا ممكن يثبت وجود خثرة رئوية. دكتور، من ضمن خلينا نقول العوامل المسببة للجلطة هو موضوع تلف الغشاء المبطن للأوردة، هذا يساعد في عملية ضخ الدم أو إفراز مواد طبيعية ممكن تؤدي إلى عدم هو التخلص. إحنا نقطة مهمة، تساؤل أكيد الكثير منا تساءل بينه وبين نفسه، هو لماذا عندما يجرح الإنسان يتخثر الدم بعد دقائق بينما الدم يسير داخل أجسامنا بدون أن يتخثر؟ لأنه بطانة الأوعية الدموية سبحان الله خلقت بشكل بحيث تكون ملساء وناعمة إلى أبعد حد، عندما تحتك الصفيحات الدموية بهكذا سطح ناعم لا يحدث تجمع لهذه الصفيحات وبالتالي لا تحدث خثرة. فأحد عوامل مسببة الخثرة هي احتكاك هذه الصفيحات بسطح خشن، لذلك عندما يحدث أحياناً تلف في بطانة الوريد اللي أما بسبب إصابة أو التهاب تحدث هذه الخثرة. طيب دكتور، بالنسبة للأعمار، بالنسبة للصغار ممكن يكون عرضة لتخثر؟ يعني نادراً ما نشوف تحت 20 سنة إلا في حالات الوراثية وبعض الأمراض التهاب الأوعية الدموية، عدا ذلك جو 20 سنة قليل جداً نادر، معظمهم قلنا هم أما حالات وراثية أو بعض الأمراض المعروفة اللي هي يصير بها التهاب بالأوعية الدموية. خلي ندخل لموضوع العلاجات، المعتاد أن العلاجات تكون عقاقير أو حقن؟ والله لا، هي موجودة العقاقير موجودة، الحقن موجودة، لكن أهم نقطة عند التشخيص هي أولا أنه تلف الساق المصابة بالكريب بانديج، هذا البانديج اللي يضغط الرجل. هناك حتى جواري طبية أعتقد. هذه بعدين نستخدمها. ولمدة لا تقل عن 2 أسبوع، وهذا البانديج من أصابع القدم من الأظافر إلى منتصف الفخذ، ويضب بقوة، يشد بقوة مع رفع الساق المصابة أعلى من مستوى الصدر حتى نسحب السوائل والدم بواسطة الجاذبية، وينصح المريض بعدم الحركة إلا للضرورة القصوى، يعني عفواً الحمام أو كذا. هذه النقطة أنا أعتبرها أهم نقطة في العلاج، لأنه ثبتنا الخثرة، ضغطنا الدم ببقية الأوردة بحيث أجبرناه على السير باتجاه القلب حتى لا تصير خثر في بقية الأوردة، وقللنا من حجم الاحتقان الموجود، ونبدي طبعاً يا مضادات للتخثر، نبدأ بالأبر اللي تكون في الهيبارين، أما تحت الجلد مو شرط بالبطن، تحت الجلد أو بالوريد حسب إذا المريض بالمستشفى نقدر ننطي بالوريد أو عن طريق الكانيلة، أو إذا كان بالبيت تحت الجلد. أما هذه بالعادة تكون يومية هذه الجرعة؟ هذه نبديها أول كم يوم، لأنه الحبوب اللي ينطيها اللي هي الوارفرين يبدي عملها بعد 72 ساعة، فإحنا في القليل أقل شيء يعني أضعف الإيمان أنه نغطي 72 ساعة بالأبر. عادة إحنا ما نكتفي بال 72 ساعة بالأبر، من 5 إلى 7 أيام حتى نميع الدم، ماكو إمكانية حدوث خثرة جديدة. ونبدي من أول يوم نبدي بالحبوب أيضا حتى ورا 72 ساعة تبدي تأخذ مفعولها. عندما نقطع الأبر تكون الحبوب أخذت مفعولها التام. وبالتالي إحنا تأكدنا أنه مريضنا بعد ما عنده قابلية يكون خثر جديدة في هذه الفترة، مع قلنا شد الرجل، رفع الساق هذه المصابة. إذا كان عندنا عوامل أخرى مثلا التهاب أو حمى يجب أن تعالج حتى نقل هذا الشيء، إذا كان عندنا جفاف يجب أن يعالج المريض من الجفاف، ينصح بتناول كميات أكثر من السوائل. بعد 2 أسبوع تبدي المتابعة الدورية للمريض، نفتح رجلا نشوفها. احنا طبعا خلال كل يومين 3 يجب أن يكرر هذا ضغط الساق، لأن هذا تعرف ورا يومين 3 يرخل. بعد هالمدة 10 أيام أو 2 أسبوع الراحة التامة راح نشوف فرق كبير طبعا بحجم الساق، بالحرارة اللي بيها، بالألم.
اللي بيها. عند ذلك يستمر المريض على حبوب الوارفرين، وممكن نعطي بعض الأدوية المقوية لجدران الوريد حتى تمنع نضوح السوائل خارج الوريد، وبالتالي نقلل حجم الاحتقان أو الوذمة الموجودة بالساق. طيب دكتور، في حال عدم أخذ المريض لهذه العلاجات أو فعاليتها بالنسبة إلى، ممكن تستدعي هذه الأمور أنه تدخل جراحي بالنسبة لي؟ لا يوجد تداخل جراحي في الأوردة لسبب، في تخثر الأوردة العمياء لسبب واحد، وهو أنه عندما لنفرض سوينا قسطرة للوريد ونظفنا الوريد من الخثرة، بس إحنا مدام دخلنا القسطار وسببنا تلف أكثر من التلف الموجود، هو للصمامات الوريدية الموجودة، وبالتالي بعد ما نطلع بدقائق بسيطة قد تحدث خثرة جديدة، لذلك ما موجود التداخل الموجود في تخثر الأوردة العميقة، هو زرع شبكة عندما تصل خثرة إلى الوريد الأجوف السفلي عن طريق القسطرة، نزرع شبكة أو فلتر خاص في الوريد الأجوف السفلي، يمنع هذا الفلتر يصفي الخثرة، يمنع وصول الخثرة إلى البطين الأذين الأيمن ثم البطين الأيمن والشريان الرئوي. فهذا التداخل الجراحي الوحيد، أو في بعض الأحيان إذا لم يتوفر هذا الفلتر، اليوم مع الأسف ما متوفر عندنا، إذا لم يتوفر ممكن أن نفتح البطن ونسوي عملية عقد أو تقصير للوريد الأجوف السفلي لمنع وصول هذه الخثر إلى القلب ومن القلب إلى الدورة الدموية الشريان الرئوية حتى نمنع حدوث الجلطة الرئوية. طيب دكتور، حالة التخثر أو الجلطة هي من ضمن الحالات المرضية اللي ممكن تكرر بالنسبة للمريض المصاب، موضوع التخثر الأوردة العميقة في الساقين ممكن تتكرر بعد فترة من طبعاً الزمن؟ طبعاً، في حال أنه إذا تكررت نفس العوامل، يعني مثلاً مريض عنده خثرة حتى لو مو نفس العامل بنفس المريض، يعني مريض صار عنده خثرة بعد عملية خلينا نقول تثبيت كسر، نعم، ورا فترة أصيب، يعني تعالج منها وخلينا نقول تشافى جزئياً أو كلياً، ورا مدة خلينا نقول صار عنده حمى لفترة طويلة أسبوع كذا نام بها بالفراش، نعم، او جفاف لاي سبب كان، صار عنده اسهال شديد ولم يعوض هذا الاسهال او تقيؤ معه ولم يعوض هذا بسوائل كافيه، ممكن يصير عنده خثره تكون حظوظه اكثر من نعم الشخص السليم. اكيد اكيد في حاله انه تكرر هذا، اكيد اكيد صح، وايضا نفس عمليه العلاج تتكرر لكن ما بها خلينا نقول تاثيرات جانبيه تكون، لا ما بها تاثيرات جانبيه، بس يعني طبعا هنا التشخيص يجب أن يكون مبكر أكثر، ولأنه المريض يكون تعلم على الموضوع، يعني يصير عنده شك هو يروح لنفس الطبيب اللي عالجه يقول له أنا تكررت عندي نفس الأعراض نفس الحالة. هذه يعني من، بس هو المريض يجب أن إحنا نوعي المريض أنه عندما يصير عندك الأشياء التالية يجب أن تحذر من الخثرة مرة أخرى، فننصح دائما بالحركة حتى إذا كان نايم بالفراش لأي سبب، دائما ننصح بحركة الساقين حتى تصير حركة في عضلات الساق، وهذه الحركة تدفع الدم باتجاه القلب، وبالتالي عندما تصير حركة مستمرة لا مكان لحدوث الخثرة. دكتور ذكرت أن موضوع التخثر في الساقين ممكن أن يصعد إلى مناطق أخرى وبالتالي إلى القلب والجلطة الرئوية، القدرة الانقباضية للقلب ممكن تؤدي إلى تكون جلطة لو العكس هو اللي يكون صحيح؟ يعني شلون القدره الانقباضيه؟ يعني اذا كانت ضعيفه القدره الانقباضيه طبعا، يعني مرضى عجز القلب، مرضى عجز القلب خاصه عجز القلب الايمن هم عرضه لحدوث التخثر اكثر من غيرهم، تخثر الساقين، وبالتالي عندما تصل يعني تحدث هذه الخثره حتى مع العلاج اذا لم يتحسن ضخ القلب، ماكو سحب للسوائل باستمرار، يبقى هذا الاحتقان المستمر، وبالتالي ممكن تصل الخثرة إلى مستويات أقرب فأقرب إلى أن تحدث الجلطة، لذلك علاج العجز إذا كان موجود هو أحد النقاط المهمة في علاج التخثر. يوجد أسباب أخرى لحدوث الجلطة الرئوية ما لها علاقة بالتخثر، إذا كان عندنا بعض الأحيان أكو مشاكل في البطين الأيمن وأحياناً عدم انتظام ضربات القلب
ممكن تؤدي إلى حدوث خثرة داخل البطين نفسه وتضخ إلى الشريان الرئوي. زين عندنا بعض الأحيان أكو توسع في البطين الأيمن في جدار البطين الأيمن ونسميها الأريثموجينيك أريثموجينيك رايت فنتريكل اللي هو يعني بالعربي هو بطين أيمن مولد لضربات هاجرة. هذا يؤدي إلى تقلص عضلة القلب مو بالانتظام الموجود طبيعيا. أي عدم انتظام بالدورة الدموية بالتقلص مال القلب هو عامل من عوامل حدوث خثرة في ذلك المكان، وبالتالي ممكن يسوي خثرة وتروح إلى الشريان الرئوي. طيب دكتور، المعروف أنه دائما الجلطة الدماغية الجلطة الرئوية تكون أكثر خطورة بالنسبة للشخص المصاب اللي تؤدي ممكن إلى الوفاة. نادرا أو ما سمعنا أنه حالة جلطة في أو تخثر الأوردة العميقة في الساقين أدت إلى وفاة شخص، هل أنه أو زيادتها أو إهمالها هو اللي هو بالضبط؟ يعني إحنا أحيانا يجي المريض نسوي عملية والعملية ناجحة ويطلع للبيت ورا أسبوعين ثلاثة تفاجأ أنه المريض أما يدخل بحالة حرجة جدا، يعني واصل إلى مرحلة خطرة أو وفاة مفاجئة. ونكتشف في الطب العدلي أنه كان عنده في فترة خروج البيت ممكن أن يكون المريض بقى نايم ما تحرك. تعرف بعض الناس يتعمدون يقللون أكل وشرب المريض بعد العملية حتى وإن كانت العملية ما لها علاقة بالجهاز الهضمي ولأسباب ما أعرف ليش. وراء فترة مثل ما قلت لك أما يجي بحالة حرجة وعنده الفحص يتبين وجود جلطة رئوية أو بعد الوفاة عندما يأخذ للطب العدلي تكتشف وجود جلطة رئوية بسبب خثرة في الساقين. احنا هنا نأكد على نقطة مهمة هي اتباع تعليمات الطبيب بحذافيره حتى إذا صار خطأ هو المسؤول. إذا قال لك حرك مريضك حركه، إذن هو لأن هو المسؤول عنه، مو قال لك انطي سوائل انطي سوائل فقط، قال لك خلي ياكل يشرب خلي ياكل يشرب، لأن هذه مهمة. يعني انت قد تكون نظرتك للموضوع تختلف عن نظرة الطبيب اللي هو يوميا يمارس هذا الشيء ولسنوات طويلة. انت اي مراجع بينا قد يكون مستحدث على هذا الشيء، مثل ما انا عندي اختصاص معين عندما اروح لطبيب العيون مثلا وينصحني بشيء قد يكون فكرتي تختلف عن فكرته، بس اكيد هو فكرته هو الاعمق لانه هو صاحب الاختصاص. فاحنا هذه نقاط مهمه ليس في هذا المرض وانما في كل الامراض، انه يفتهم من الطبيب ويسال الطبيب زين عن كل التفاصيل اللي عنده بها تساؤل. يعني من الاحسن لي الحركه او الراحه؟ الطبيب راح يفتي بهالنقطه. منو احسن لي اكل بس سوائل او اكل اي شيء حسب المرض ماله زين، وهكذا. اذا احنا بحاجه الى ثقافه صحيه، هذه جدا مهمه. يعني هنا احنا مع الاسف لازلنا نختلف عن الدول المتقدمه من ناحيه الرعايه الصحيه الاوليه. مراكز الرعايه الصحيه الاوليه يجب ان تكون هي مراكز تثقيف للمريض قبل ان يذهب المريض الى المستشفى. طبيب العائلة أو طبيب المركز الصحي أو الممارس العام يسمى يقوم بهذا الدور. يعني نفرض مريض عنده تخثر شك به طبيب الرعاية الصحية الأولية يبعثه إلى المستشفى. بعد ما يصير التشخيص المفروض هذا الثقل ما يظل فقط على طبيب المستشفى، لأنه تعرف يعني يشوف كميات كبيرة. هذا راح يرجع إلى طبيب العائلة أو طبيب المركز الصحي الموجود في المنطقة. طبيب العائلة أو الممارس العام يجب أن تكون له يعني معلومات مستفيضة عن هذا الموضوع، وبالتالي ممكن أن ينطي المريض هذه التعليمات. هناك أيضا وحدات تعزيز الصحة، ما يسمى وحدات تعزيز الصحة، اللي هذه مسؤولة عن طبع كتيبات. هذه تكون موجودة بالمستشفيات. يعني أنا عندي مريض توعوية وعدها كتيبات أو منشور. فلنفرض أنا شخصت مريض تخثر أوردة عميقة، انطيت العلاج. أنا ما أقدر مثلا مع كل مريض أقعد نص ساعة لشرح الموضوع. صح لا مو صح؟ حتى تكون واضحة للجميع. حتى تكون واضحة. فهذا أنطي ورقة يراجع وحدة تعزيز الصحة.
واحدة تعزيز الصحة شو يسوي مثلا؟ ينطيهم موعد كلهم مثلا خلينا نقول كل 5 مرضى أو 10 مرضى موعدكم معنا فلان يوم. هذا متعارف به دكتور حاليا؟ بدأ العمل به في بعض المستشفيات لكن لازلنا في مراحل البداية. أتمنى أنه يتعزز هذا لأن هذه مهمة جدا ومهمة في هكذا أمراض اللي لها مضاعفات والناس قد لا تكون واعية لها. خصوصاً في الفترة الأخيرة دكتور هناك العوامل اللي ذكرتها حالياً متوفرة. اللي هي عدم الرياضة، عدم المشي، كثرة عمليات، عدم الرياضة، عملية الولادة، كل هذه الأمور في مجتمعنا الآن مع النمو الاقتصادي وقلة الحركة مع موجودة صح التطور التكنولوجي الحاصل موجودة اليوم موجودة. كثرت هذه الحالات اليوم أكيد. أغلب دول العالم خصوصاً الدول المتطورة بدأت تجي لموضوع التخصص بالكثير من العلاجات. احنا هنا بالعراق اكون مركز تخصصي ل خلينا نقول للجلطه الدماغيه او لكل الاختصاصات من ضمنها. لا هو يعني مو لهالدرجه من التخصص، عندنا مراكز تخصصيه لكن مو لهالدرجه من التخصص. حتى في العالم من النادر ان تجد قد تكون هناك وحده خاصه في هذا المركز التخصصي لهكذا شيء. لكن احنا مثل ما قلنا دائما انه الوقايه خير من العلاج، فنبدي بالتوعيه العامه اللي هي وبعد حدوث المرض مثل ما قلنا هذه دور وحدات تعزيز الصحة. هذه مهمة يعني لا زال لحد الآن مرضى يراجعون، مرضى مصابين بأمراض مزمنة مثلا الذبحة القلبية، تصلب الشرايين، داء السكر المزمن وقدم داء السكري. عندما تسأل أسئلة بسيطة عن مرضه ما يعرف، يعني ما يعرف شلون يتابع السكر ماله، ما يعرف شلون يعني بعض المرضى عنده ذبحة ومشخص وداخل المستشفى ومثبتة بالتخطيط وأحيانا حتى بالقسطرة وبعد مدة بسيطة يرجع يقول لك والله رجعت الأعراض رجعت الأعراض. زين أنت مستمر على علاجك؟ يقول لا والله خلصت الكمية وانت تركتها، وكأنما احنا أخبرناه أنه مرض هذا هو عرض ويزول. هذا هو الإهمال، نوع من الإهمال ونوع من قلة التوعية قد يكون. فهذا عندما يزود بهالكتيب أو يشرح له أن هذا تصلب ممكن يؤدي إلى كذا 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 ممكن تتجنبه بالخطوات التالية 1 2 3 أكيد يعني أكو نسبة تستفاد. أكو مريض مهمل هذا إيش ما تسويه ما ممكن تصل معي نتيجة، لكن يمكن إذا أنقذنا 50% أتصور عدد كلش كافي. و طيب دكتور على ذكر الأمراض السكري، أمراض الضغط، هذه الأمور أو الأمراض المزمنة اللي تتطلب علاجات مستمرة ممكن تأثر إلى موضوع تخثر الدم في أو تخثر الأوردة استخدام العلاج أو إصابة الشخص بهذه الأمراض؟ الإصابة بحد ذاتها لحد الآن ما مثبت، يعني لا مع مرضى السكري سوينا بحوث بالموضوع ماكو علاقة مباشرة بين مرضى السكري أو ارتفاع الضغط مع التخثر، لكن التدخين عامل مهم جدا. المرضى المدخنين هناك علاقة وثيقة بين التدخين وبين تخثر الدم في الأوردة العميقة. طيب دكتور بما أنه طرحنا اليوم موضوعنا على وسائل التواصل الاجتماعي وردتنا كثير من الأسئلة حقيقة لكن وقتنا أيضا ما يساعد، أحد المشاركين يتحدث عن موضوع الدوالي في الساق. نعم. سببها تخثر الأورية هو بعيدة كل البعد عن الدوالي. إذا حدثت الدوالي أولا ما لها علاقة، لكن بعد أن يصير تخثر الأوردة العميقة وتنسد الأوردة العميقة ويقف فيها جريان الدم ممكن أن يعوض الجسم، يحاول التعويض بأن يضخ الدم عكس الطبيعي من الأوردة العميقة إلى الأوردة السطحية وبالتالي هنا تحدث الدوالي. طيب دكتور كلمة أخيرة ممكن تقدمها إلى كل والله احنا ننصح الأخوان في مو بس المرض كل مرض أنه عندما يجري أي عملية عندما يتعرض لأي حادث أنه يزود الطبيب بكل معلومات الممكنة من التاريخ المرضي إله ولعائلته هذه أولا. ثانيا ينتبه على تعليمات الطبيب وينفذها بحذافيرها، وأي نقطة غامضة يسأل الطبيب عنها ويفتهمها تماما لتجنب حدوث مضاعفات. النقطة الأخرى أي مريض يشعر بوجود تورم في ساقه أو ارتفاع بحرارة رجله، خاصة احنا ما نقول فقط اللي عنده عوامل، أحيانا يحدث تخثر الأوردة العميقة بصورة تلقائية، فأي مريض يصير عنده أعراض تورم في الرجل، حرارة في الساق، ثقل في الساق،
ألم في الساق أن يراجع بسرعة، خاصة إذا كان قبلها متعرض إلى حادث إصابة أو عملية أو كسر وجرى تثبيت هذا الكسر، أو حمى عالية لفترة، أو جفاف، يجب أن يراجع طبيب المختص لكي نتجنب حدوث أي مضاعفات. طيب، ونتمنى لكم الصحة والسلامة. شكرا جزيلا دكتور مثلنا العسل، اختصاص قلبية، أمراض قلبية وصدرية وأوعية دموية، شكرا جزيلا لحضورك اليوم. شكرا. إذن مشاهدينا كان حوارنا مع دكتور مثلنا العسل، وكان الحديث عن تخثر الأوردة العميقة في الساقين. فاصل قصير بعدها نكمل فقراتنا. مكملين لكم مشاهدينا فقراتنا ومواضيعنا النوع. الآن نأخذكم إلى إيران نشاهد مهرجان الزهور هناك، استمتعوا. طهران عاصمة الورود بلا منازع، فإيران التي تتنوع بطبيعتها بين الصحاري والجبال والمناطق الساحلية المعتدلة تضم أنواع الورود بمعظمها. معرض الورود هذا في شمال العاصمة يقام مرتين كل عام في بداية كل ربيع وخريف، فتختلف أنواع الورود في هذين الموسمين بشكل كبير. فبينما تتميز الوردة الربيعية بألوانها الغريبة، تمتاز الوردة الخريفية بمظهرها وبنيتها القوية، فلا بد من مقاومة قساوة برد الخريف والشتاء. في السنوات الأخيرة أصبح الاهتمام بالورود كبيرا جدا، وترون حجم إقبال الناس من هذا المعرض الخريفي للورود. لا شك أن هذا يساعدنا في إنتاج وتصدير كميات أكبر من الورود. أعتقد أن إقامة مثل هذه المعارض ستساعدنا في كيفية زرع والحفاظ على الورود بشكل حرفي، وبما أن في كل بيت إيراني تقريبا تشاهد الورود والنباتات، فلا بد من إقامة عدد أكبر من هذه المهرجانات الموسمية. طهران بحدائقها وأرصفتها تعد معرضا مفتوحا للورود بامتياز، ومع هذا فإن الآلاف من المحال تبيع الورود كهدايا يتبادلها الإيرانيون في مناسبات الحزن والفرح. جواد أردستاني لا يبيع الورود المحلية فقط، إنما تشكل الورود الأجنبية نسبة كبيرة من مبيعاته، فالوردة الأجنبية وإن تباع بأضعاف سعر نظيرتها الإيرانية لكنها تحظى بإقبال الزبائن، فعادة ما تحظى بتغليف يساعدها في البقاء لفترة طويلة بطراوة مثالية لا يفقدها بريقها. أشتري الورود الأجنبية وأشتري الإيرانية. عندما أزور المرضى في المستشفى مثلا أشتري الورود الإيرانية، حيث تفوح منها رائحة مركزة تغير نفسية المريض، وإذا أردت الذهاب لمجالس الفرح أو العزاء فإنني أفضل الورود الأجنبية باعتبارها تبقى لأيام طويلة محافظة على قوامها. ومن لا يريد الاحتفاظ بها كمنظر في منزله أو مكتبه يشتري الوردة الإيرانية، فإذا كانت تفتقد لمواد تحافظ على بريقها فإنها تتميز برائحة مركزة تضفي للمكان عطرا غريبا. أحمد البحراني الرشيد، طهران.
مشاهدينا نشاهد تقرير وبعدها مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا. معرض للنحت للفنانة محاسن عجم في لبنان اليوم تابع. بالأساس هندسة معمارية اختصاصي، واشتغلت فترة طويلة من عمري بالبزنس، بس ولا مرة تركت هوايتي وشغفي الأساسي اللي هو النحت. وإلي فترة مسخرة حالي، يعني قلبت صفحة البزنس والهندسة وسخرت نفسي، وهذا المعرض بيدور حول علاقة الفرد مع الآخرين، مع نفسه، مع الكابل، مع الثنائي، مع الجماعة. يعني كل إذا بتفرج شوي كلها علاقة الأفراد ببعضها، وكلها بتدور حول محور الإنسان وجسمه سلوات تبعيته. المعرض مدته 15 يوم، الشغل متراكم على سنوات، بس يعني إذا كنت ما فيني أعطيك مهلة قديت تاخد المنحوتي، بس يمكن هون بالمعرض في شي حوالي 40، وفيك تقولي تقريبا أخذوا معي شغل شي سنتين تقريبا، بس في اشياء من قبل من مراحل سابقه. عرفتي انه بالفن ما بقدر اعطي كثير تواريخ، بعدني ببلش جديد. حكيت انه المعرض بدور حول فكره الانسان، ليه اخترت هيدي الفكره بالذات لتنطلق منها؟ شغفي بالانسان، بالامه، بوحدته، بعلاقاته بمجتمعه، بمعاناته. يعني انا بقول انه الانسان بالمطلق مؤمن كثير انا قديش هو عنده امكانيات. للاسف نحن ببلادنا هذه الامكانيات ما بتتجلى، ما بينفتح لها فرصه انها تنطلق وتعطي امكانياتها. من خلال انا تعبيري عن هالالم اللي بيعصرني جواتي لما بشوف الانسان ما عم بيعطي اقصى طاقته، بحاول قد ما بقدر طلعها بديناميكيه علاقه الفرد مع محيطه بمنحوتاتي، على أمل أنه الناس يشوفوها هيك كمان. الفن بالنسبة لي عملية الإبداع هي المتعة الحقيقية إلي، وبتأمل إنه الناس لما بتيجي تتفرج يحسوا يشاركوني المتعة، يعني متعة الناظر تكون قريبة لمتعة اللي عم يخلق. أنا موهبتي بالنحت قديمة كتير كتير كتير، قبل ما أصير مهندسة معمارية وقبل ما أشتغل بالبزنس، قديمة من أيام طفولتي، بس ما سنحت الفرصة إني أنا أتفرغ لها. وأخذت قرار متأخر على كبر شوي أنه خلاص بدي سخر وقتي لشيء أنا كتير عندي متعة فيه وعندي شغف، بس عندي منحوتات من أنا وعمري 7-8 سنين. مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا، وينضم لي داخل الاستوديو سلمى. صباح الخير عليك. صباح الخير شهد، وصباح الخير لكل من يتابعنا بهذا الصباح. طبعا نعم. نتمنى السلامة والأمان لجميع شعبنا العراقي، وخصوصا مع الأحداث اللي صارت يوم أمس، هزة الأرضية الارتدادية اللي قلقوا كثير من الناس، وكان الاهتمام كبير بأنه إيش راح يصير بعدها. نعم. هل هناك المتوقع بالضبط هزة أخرى، وخصوصا أنه هو كان هزة صباحا، يعني ما شعروا بها كثير الناس، لكن بالليل تقريبا الساعة 10 إلا ربع كانت تأثيرها واضح في
أغلب مناطق بغداد ومحافظات أخرى. لذلك خلينا نقرأ كيف كان الخبر على هيئة الأنواء الجوية، حيث كتب أنه تم تسجيل من قبل مراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي أنه في الصباح الباكر اليوم أمس الجمعة 22 من نوفمبر 2013 تم تسجيل هزة أرضية في مدينة خانقين بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون في كل من خانقين وبغداد ولم تذكر أي خسائر. أيضا سجلت المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية في مدينة خانقين مساء يوم أمس الجمعة أيضا بلغ مقدارها 5.6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:31 من مساء أمس بالتوقيت المحلي، وعقبتها هزة ارتدادية بلغ مقدارها 4.2 درجة في الساعة 9:44 مساء بالتوقيت المحلي. وقد شعر المواطنون بالهزتين ولم ترد أي أخبار عن أي أضرار. وأيضا يذكر الخبر بأنه سيتم موافاة المواطنين بأي مستجدات. هذا ما جاء في الخبر اللي تم نشره على موقع هيئة الأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي. إذا نتابع الآن ما يتم عرضه من صور على موقع جوجل إيرث، هذه الصور هي هذه الإشارة أو النقطة الحمراء تبين موقع حدوث الهزة الأرضية اللي هي على الحدود العراقية الإيرانية تحديدا في مدينة خانقين، كان كثير من الناس شعروا بها بقوة وحقيقة كانوا متوقعين أن يكون هناك هزات أخرى وتخوف من يكون الأمر أسوأ. ولاحظ هذه بالضبط النقطة وين هي، طبعا كانت على الحدود العراقية الإيرانية مثل ما نشوف من جهة إيران، طبعا أكثر كانت تحديدا النقطة الحمراء، ولذلك لقرب مدينة خانقين من الحدود العراقية الإيرانية شعروا بها السكان تلك المنطقة بشكل أكبر. وأيضا كان الشعور الناس بهذا الخطر، لذلك ظلوا لساعات متأخرة من الليل خارج منازلهم تخوفا من حدوث هزات أخرى، لكن يبدو أن الحمد لله لم تحدث هزة أخرى. مثل ما نشوف هذا الخط الأبيض هو يمثل الحدود العراقية الإيرانية، على جهة اليسار الأراضي العراقية وعلى جهة اليمين الأراضي الإيرانية، ومثل ما هو واضح أنه هي قرب الحدود في جهة إيران، وإن شاء الله السلامة لجميع سكان هذه المناطق. مشاهدينا تابعنا موقع الهزة الأرضية بالتحديد. الآن راح نذكركم بعض الإجراءات الواجب القيام بها قبل وأثناء وبعد الهزة الأرضية. الأمور التالية هي بعض الاحتياطات التي يجب أن تعرفها في حال أحسست بهزة أرضية، ويجب أن نتدرب عليها حيث أن التدريب سيساعدك على البقاء هادئا. قبل الهزة الأرضية تأكد من وجود مطفأة حريق، طبعا هذا في حال أنه تم الإعلان عن توقع في من قبل هيئة الرصد الزلزالي والأنواء الجوية بأنه من المتوقع أن يكون هناك هزة أرضية، فبالتالي تأكد من وجود مطفأة حريق، عدة إسعافات أولية، جهاز راديو يعمل على البطارية، مصباح وبطاريات جافة إضافية في البيت. تعلم الإسعافات الأولية وتدرب على كيفية استخدام مطفأة الحريق من قسم الإطفاء المحلي في منطقتك. التدريب سيساعدك على البقاء هادئا وما يجب عمله في حال حدوث هزة أرضية. تعلم كيفية إغلاق صمامات الغاز، الماء والكهرباء. لا تضع أشياء ثقيلة على الرفوف. ثبت الأثاث الثقيل والخزانات والأجهزة إلى الجدران أو الأرضية. تعلم الإجراءات المتبعة في حال حدوث هزة أرضية أو حالات طوارئ في مكان عملك أو مدرستك.
قم بإخبار ضيوف أيضا وكل ما من وكل من موجود بالمنزل بإجراءاتك حتى ممكن أنه يتدربون عليها، وكل شخص في البيت يجب أن يكون على علم بما يجب أن يفعله، بما معنى أنه ممكن يكون هناك تدريب قبل حدوث هذه الحالات. الآن صار عندنا علم أنه ممكن أنه تتكرر هذه الحالة، فبالتالي ممكن التدريب على كيفية الإجراءات الواجبات اللي ممكن اتباعها حتى لا يكون هناك هرج ومرج في المنزل أثناء حدوث هذه الهزة. ناقش الهزات الأرضية مع عائلتك، إذ يجب على كل شخص معرفة ما عليه فعله في حال لم يكن جميع أفراد العائلة معا. أثناء الهزة الأرضية إذا حصلت لا سمح الله، حافظ على هدوئك. إذا كنت داخل مبنى فحاول البقاء في الداخل، أما إذا كنت في خارج البيت فأبقى في الخارج ولا تحاول الدخول إلى أي بناية. إذا كنت داخل بناية، قف في مواجهة جدار بالقرب من مركز البناية أو في مدخل أي بمعنى باب، أو ازحف تحت أثاث ثقيل مكتب أو طاولة. ابقى بعيدا عن النوافذ والأبواب الخارجية. إن محاولة مغادرة بناية أثناء حدوث هزة أرضية أمر خطير جدا، لأنه من الممكن أن تسقط أشياء عليك، فالعديد من حالات الوفيات تحدث حين يحاول أشخاص الركض أو الهروب إلى خارج البنايات. البقاء في إطار الأبواب، البقاء عند زوايا الغرف أيضا. إذا كنت في مكان مفتوح ابقى بعيدا عن خطوط نقل الكهرباء أو عن أي شيء قد يسقط، وطبعا من ضمنها البنايات. أيضا لا تستعمل أعواد الثقاب، الشموع أو أي لهب، هذا كله أثناء الهزة الأرضية. إذا كنت تقود سيارتك خفف السرعة واتجه إلى اليمين وأوقف السيارة في المكان المناسب. لا توقف سيارتك تحت الأسلاك الكهربائية أو الصخور المعلقة أو الصخور المتساقطة، اجلس داخل السيارة ولا تخرج منها حتى تنتهي الهزة. وأيضا لا تستخدم المصاعد، هي في الغالب تتوقف في مثل هذه الحالات. بعد حدوث الهزة الأرضية افحص نفسك والآخرين للتأكد من وجود أي إصابات، وحاول تقديم الإسعافات الأولية لأي شخص يحتاجها. أيضا افحص خطوط الماء، الغاز والكهرباء للتأكد من وجود أضرار. إذا كان أي منها متضررا اقفل الصمامات ثم تحقق من عدم وجود رائحة الغاز. استخدم أيضا الراديو لسماع الأخبار، ولا تستخدم الهاتف إلا إذا كانت الحالة طارئة. ابقى خارج الأبنية المتضررة، افحص منزلك للتأكد من عدم وجود أضرار في الجدران الأرضية، الأبواب، السلالم والنوافذ، للتأكد من أن البناية ليست في خطر الانهيار. أيضا ابقى بعيدا عن الشواطئ، فالموجات البحرية طبعا هذه الأماكن اللي بيها مياه أو ممكن يكون تخوف من فيضانات، فابقى أحيانا بعيدا بعد توقف الأرض عن الاهتزاز. إذا كنت في المدرسة أو العمل اتبع الإجراءات الطوارئ أو تعليمات الشخص المسؤول في نطاق تواجدك. توقع حدوث الهزات الارتدادية، وكلما أحسست بواحدة استلقي احتمي وانتظر. الهزات الارتدادية غالبا تحدث بعد دقائق، أيام أو أسابيع وحتى أشهر من الهزة الأرضية الكبيرة. هذا طبعا مجموعة، هذه كانت مجموعة من الإجراءات والنصائح والمعلومات اللي ممكن أنه تتعرف عليها مشاهدنا الكريم في حال حدوث مثل هذه الهزات الأرضية لا سامح الله. وبالتالي ممكن أنه إذا اتبعنا الإجراءات السليمة قد نقلل من خطر اللي أو الخطر اللي قد يحدث نتيجة لهذه الهزات الأرضية. سلمكم الله من كل شر، وشاهد نتمنى أنه أيضا استفادتي من هذه المعلومات. طبعا أكيد يعني هي نصائح حلوة، بس نتمنى أنه إن شاء الله بالمستقبل ماكو إلا كل خير، وإن شاء الله السلامة لجميع المدن العراقية. الآن راح نكون أنا وياك والمشاهدين مع تقرير وانطلاق الجزء الثاني لفيلم The Hunger Games. مشاهدينا الكرام بالوقت القادم راح نكون مع فقرة تاتش، واللي من خلالها حتعرفنا فرح على أنواع البوتوكس واستخداماته في التجميل. يسعد صباحك فرح. Thank you.
يسعد صباحكم أحبتي المشاهدين ويسعد صباحك شهد. اليوم موضوعنا راح يكون عن البوتوكس. البوتوكس واستعمالاته أكيد نسمع عنه إلى فوائد تجميلية ولكن أيضا إلى فوائد طبية. أكيد نسمع عنه أو بدأ يصير شائع جدا حقن البوتوكس بأنواعه المختلفة. نسمع أنه موجودة من عنده ماركات مختلفة أو غيرها. لازم بالبداية نفهم تركيبة البوتوكس وشلون ممكن تصير وشنو ممكن أيضا تنطينا من نتائج على بشرتنا، يعني حتى نتخلص من أي الأمور الموجودة. طبعا التجاعيد اللي تكون واضحة على البشرة بسبب تقدم العمر ممكن أيضا نتخلص من عدها. بعض الأحيان ممكن تعرضنا للشمس لفترات طويلة، دائما نشوف عندنا تجاعيد تعبيرية وأيضا نتخلص من عدها باستخدامنا للبوتوكس. أيضا ممكن يكون التعرق الزائد بالنسبة للأبط للإيد للرجل حتى للسيدات وللرجال يسبب لنا إحراج كثير خصوصا فصل الصيف، أيضا نحقنا ونتخلص من عنده للبوتوكس. ممكن أيضا ننتبه إلى أنه بعض الأحيان تظهر عندنا تجاعيد بسيطة بين الأنف والفم، ممكن نتيجة التدخين المستمر أو تقدم السن أو غيرها من الأمور، نتخلص منها باستخدامنا أيضا البوتوكس. ممكن الخطوط اللي تكون أفقية بالنسبة للجبين أو حتى للرقبة ممكن نتخلص من عدها. لكن حتى نفهم إنه شنو عمله بالضبط، بالبداية راح نشوف تقرير عن البوتوكس وراجعيكم. طبعا عندنا موضوع مهم جدا وهو الخطوط اللي تصير بالوجه، اللي هي الخطوط اللي تصير بالجبين اكثر شيء، اللي تكون الخطوط بالطول او العرض او احنا نقول الترهلات اللي ممكن تصير او المشاكل اللي تصير حوالين العين، تجاعيد اللي تصير حول العين. طبعا نقدر نحل هذا الموضوع بالبوتوكس. البوتوكس هو يسوي لنا شد للعضله، فكره مالته انه هي ماده تسوي تشل العضله حتى ما ترجع العضله تنقبض اكثر، ترجع انه بعد ما تقدر تسوي اي تعبير، ولهذا تنشد العضله شد مضبوط. راح نشوف انه احنا القصة صارت طبيعية حوالين عين بدت هاي التجاعيد نخلص من عندها. يفضل استخدام البوتوكس بوقت مبكر حتى نحصل على نتيجة اسرع. طبعا ممكن اعادة البوتوكس المرة الاولى راح نضربها 4 أشهر ممكن نعيده. لو كررنا العملية تقريبا 3 مرات جزء من البشر، خلينا نقول 80% من عندهم بعد ما يحتاجون هذه العملية نهائيا طول العمر، لأن راح تنشد العضلة وتاخذ حيز. لكن لازم نعرف شلون نحافظ عليها، شلون نسوي مساجات وياها حتى نقدر نحصل نتيجة جميلة ولطيفة، ونعرف شنو المادة اللي ضربناها والطريقة ومن ضربناها بالضبط، هل هو شخص اختصاص او لا. طبعا هو امين بالنسبة للأبر فيس، اما بالنسبة للأور فيس لا، احنا لازم نختار مواد ثانية لانه يحتاج الى فيلر اللي هو نملي المكانات. ممكن نضيف بعض البوتوكس في اماكن معينه اللي هم مثلا الشفه تكون عندهم نازله، فنضيف لها شويه بوتوكس حتى شويه الرفع طبعا، لكن هاي مقادير قليله جدا. ممكن تكون بالخطوط اللي موجوده بالجبين، اذا الخطوط صار لها فتره طويله وصار بيها لون او هاي نعطيها بوتوكس اضافه للفيلر. الموضوع البوتوكس موضوع شائع ويخص الرجال والنساء، وهذا مو بس موضوع انه نخلص من التجاعيد، عندنا مشكله تواجهنا وتواجه اكثر شيء الشباب وشابات خصوصا من فترة الصيف، اللي هو التعرق الزايد. التعرق الزايد ممكن نخلص من عنده بالبوتوكس، انه نحقن المكان بالبوتوكس حتى نخلص من مشكلة التعرق. راح نشوف انه نهائيا ما في مشاكل، بالعكس هو هم يرجع يشد العضلة ويرجعنا الى مرحلة انه احنا شان اطفال ماكو تعرق. نفس الفكرة انه بالمهم انه احنا نخلص من مشاكل التعرق حتى لا يصير لنا احراج ولا مشاكل، وايضا نتخلص من عندها خلاصات. بعد ما رجعنا وشفنا هذا التقرير اكيد راح نتعرف على انواع البوتوكس. دائما نسمع انه البوتوكس له انواع مختلفه بماركات مختلفه. يفضل بالبدايه نحدد نوع المشكله اللي موجوده عندنا، بعدها اكيد راح نتعرف اذا كان البوتوكس يفيدنا او ما يفيدنا، او ممكن نخلص من هذه المشكله لاي فتره ممكن تكون. للناس اللي محاقنين بوتوكس نهائيا ممكن تطول عندنا الفتره 4 أشهر وبعدها يختفي او ترجع تبدي تظهر التجاعيد تدريجيا. بعض الناس ممكن ايضا تقريبا تكمل ويانا 6 أشهر لو كان الحقن مضبوط، او لو كانت الفترة احنا حاقنين قبلها سابقا مرة فاكيد راح يكمل. ايضا تختلف قابلية الناس باستقبالهم للمادة وايضا للفترة اللي ممكن تتبقى بها المادة بالنسبة لهم.
لأسباب كثيرة، ممكن يكون الشد العضلي المستمر يقلل من الفترة اللي تبقى المادة بالجسم، لكن فترة الظهور هي تكون من 3 أيام بعد الحقن إلى 5 أيام، بعض الحالات ممكن يطول عندنا أسبوع، بعض الآخر ممكن أسبوعين، نبدي نلاحظ تدريجيا البوتوكس يبدي. بعض الناس ممكن أول ما يبدي الحقن البوتوكس بالوجه راح نشوف تدريجيا أنه تقريبا بدأت تختفي التجاعيد، ممكن نضمن النتيجة بعد أسبوعين ضبط، لكن تختلف الكميات والتجاعيد اللي موجودة عندنا، يعني ممكن تكون تجاعيد عميقة جدا لكن يفضل نضيف لها كميات قليلة وتدريجيا نبدي نزيلها جلسة بعد جلسة، يعني ممكن نضيف حاليا كمية وبعد فترة ممكن نضيف الكمية الثانية حتى ما نقع بالخطأ نهائيا لو كانت التجاعيد عندنا عميقة أكثر من اللازم وصعب أن البوتوكس واحدة ممكن يتخلص من عندها. ممكن في حالات أخرى نضيف البوتوكس زائدا الفيلر اللي يتكون من الهايرونيك أسيد لأسباب كثيرة، ممكن تكون عندنا تجاعيد زائدا الحفر، يعني ممكن تكون تجاعيد بسبب نقول العضلات مشدودة 100% وبدأت تظهر عندنا حفرة نتيجة هذا الموضوع، حتى أن ضربنا البوتوكس لكن واحدة مستحيل راح ينطينا النتيجة إذا منضيف له نوع من الهايرونيك أسيد حسب الكمية اللي عندنا والمادة اللي احنا حابين نضيفها، أيضا حسب المكان اللي حابين نعالجه. بالبداية راح نتعرف على البوتوكس بصورة عامة. البوتوكس عمله راح يكون أو المادة تتكون من مواد تكون مستخرجة من أنواع من البكتيريا تساعد على تمنع العضلات. دائما احنا نعرف نتيجة التجاعيد ممكن تظهر بالبشرة أسبابها، ممكن تكون الأعصاب ترسل رسائل كيميائية للعضلات حتى تنشد بالطريقة اللي تبين للعصبية، ممكن لشدة الحرارة، دائما نشوف عندنا خطين اللي ممكن تبين بالجبين أو حتى دائما علامات التعجب عندنا، ممكن نلاحظ أنه ممكن نرفع الجبين إلى الأعلى فأكيد تظهر عندنا الخطوط بشكل كبير، نتيجة ضعف وسمن تظهر خطوط بالرقبة، أيضا بعض الأحيان تذكرنا التدخين يضر كثيرا حتى نشوف أن الخطوط تبدي تظهر أعلى الشفاه، ممكن بعض الأحيان تقدم العمر تبدي تظهر عندنا تجاعيد حول العين تبين أكثر لما نبتسم أو ممكن لما نغمض عيننا بصورة أكبر ممكن تنزل الجفون قليلا يحتاج لنا رفعها نستخدم لها البوتوكس، أيضا عندنا حالات خاصة ممكن للسيدات بتقدم العمر وهي تكون حالات وراثية تبدي شفة تقريبا تنزل ونبدي نضيف لها البوتوكس حتى نرفعها بالطريقة المعنية. إذا كل هذه الأمور لها استخدامات، البوتوكس يكون واضح وصريح وسريع. أيضا ممكن ذكرنا حالات مرضية كالتعرق نتخلص من عندها وهذه الحالات تطول تقريبا سنتين حتى ترجع مرة ثانية نحتاج إلى حقنها، فأكيد اختلاف الناس واختلاف المشاكل اللي موجودة واختلاف قابلية الجسم أنا لازم نحسب لها حساب قبل ما نبدي نحقن البوتوكس، هذه كنقطة أساسية. لكن احنا فهمنا تكوينه من شنو بالضبط والرسائل اللي ممكن ينطيها للعضلات حتى ترجع تسترخي بالشكل الكامل تمنع انه ما تستجيب الى رسائل تنطيها الاعصاب حتى ترجع تنشد بالشكل تحت الجلد، لانه هي اذا انشدت تحت الجلد اكيد راح تسبب لنا طويات بالجلد فتبتدي تظهر عدة. بعض الأحيان ممكن تكون التجاعيد وخصوصاً اللي حول العين تكون قوية يحتاج لها إضافة فيلر حتى نخلص من عندها، ممكن تكون خصوصاً تحت العين مباشرة نضيف نوع من الهايرونيك أسيد يكون خفيف لايت حتى تبدي تملي هذه المنطقة، لكن الخطوط اللي ممكن تكون جانبية نضيف لها أكيد البوتوكس، يختلف مهارة الشخص اللي يبدي يشتغلنا عن أي شخص ثاني. بعض الأحيان تكون السيدات عندها مسافة أنه يكون الجفن نازل وحابة ترفع الجفن بطريقة نقول تجميلية أكثر، هي ما محتاجة للبوتوكس بكمية كبيرة لكن محتاجة بكمية قليلة تساعد على أنه نرفع لنا الحاجب. من ضمن الأمور أو الحسنات اللي ممكن نحصلها بالبوتوكس وأيضا راح ناخذ السيئات أو السلبيات اللي ممكن نتجنبها، من ضمن الحسنات اللي راح تكون عندنا راح نتخلص من التجاعيد لفترة طويلة ما تقل عن 3 أشهر لكن ما تزيد عن 6 أشهر، أيضا ممكن نكرر العملية باستمرار وعلى نفس المواد اللي احنا استخدمناها وبنفس الطريقة اللي حقنا بيها بالبداية وأيضا لفترات متقاربة قد تكون كل 6 أشهر تقريبا بالحقن المستمر، وإذا تقريبا 3 مرات حقناهم ف80% من الناس ممكن تختفي هذه التجاعيد عندهم، أو احنا نقول دائما الأمور التعبيرية أو التجاعيد التعبيرية ممكن تختفي نهائيا من البشرة، فدائما نحاول احنا نوصل الى النتيجة اللي تنطينا عمر مناسب الى عمرنا وممكن حتى لو كان اصغر، وايضا نتخلص من كل المشاكل اللي تظهر عندنا خصوصا تجاعيد
كل ما بدت أكثر بشرتنا وتركناها أو هملناها لفكرة أنه خلينا نكبر أكثر حتى نبدي نحقنها، أكيد راح تسبب لنا مشاكل أكبر، لأنه ممكن بعض الطيات أو بعض التجاعيد صعب ننزيلها إلا بعمليات جراحية أو ممكن أكثر من عمليات جراحية، وممكن مع البوتوكس وغيرها من الأمور يدوب نحصل النتيجة اللي إحنا رايديها أو ممكن ما نحصلها. فيفضل أنه أول ما نبدي نشوف التجاعيد اللي تظهر عندنا نحقنها طريقة آمنة وبسيطة جدا ونهائيا ما بها مشاكل. لو كانت أكيد المشاكل راح تكون من أي ناحية؟ بعض الأحيان ممكن تنضاف كميات أكثر من اللازم إلى الجبين، فتبدي تنزل العين، تنسد أو تنغلق العين لفترة معينة لأنه الكمية كانت أكبر بالنسبة للبوتوكس. ولهذا يكون الطبيب أو الشخص المختص اللي يبدي يحقن البوتوكس يكون حذر بأنه ينطي كمية أقل للمنطقة المعنية حتى يرفع الحواجب بالشكل المضبوط. أيضا من ضمن الأمور أو الشخص اللي حاب يحقن البوتوكس لازم يكون عنده بعض المفاهيم حتى يكون على دراية من البداية على كل الأمور اللي موجودة عنده. المفاهيم اللي لازم تتكون عنده، يفضل أنه دائما تكون بالنسبة إلى أي شخص يريد يحقن البوتوكس يكون على دراية بأنه النتائج اللي ممكن يحصلها تكون نتائج معقولة. مستحيل راح يحصل من أول يوم نتائج مذهلة ونتائج خيالية، مستحيل. على الأقل ينتظر من 3 أيام إلى أسبوعين. قابلية الشخص تختلف، ممكن تكون التجاعيد قوية أكثر من لازم، ممكن يكون الفصل إلى تأثير أيضا. طبعا بالشتاء البوتوكس يفضل أكثر من الصيف لأنه يعطينا نتائج أسرع، لأنه دائما إحنا نشوف ما راح نتعرض للشمس بكمية أكبر أو غيرها من الأمور أو حتى الحرارة أو نفس الانفعالات اللي ممكن تحصلها فصل الصيف. فأكيد هذا الموضوع لازم نخليه بعين الاعتبار طبعا حتى نكون على بينة أكثر. أيضا قبل ما نحقن البوتوكس يكون عندنا شرح كافي للطبيب إنه إحنا حابين نرفع حواجبنا أو لا، ما حابين نرفعها نهائيا، حابين نتخلص من مشكلة معينة أو حابين نتخلص من التجاعيد بصورة عامة. يكون عندنا دراية عن كل الأمور، كل شقد ممكن نكرر العملية وشقد ممكن نحصل نتائج قد تكون لمدة 3 أشهر وشقد راح ترجع بعدها التجاعيد ممكن تظهر أو أكثر. أيضا المواد اللي إحنا حابين نستخدمها، هذه الأمور كليتها أكيد لازم يكون على دراية ومعرفة بيها قبل ما نستخدم أي نوع من البوتوكس أو أي نوع من المواد اللي إحنا حابين نغير بيها وجهنا. من ضمن السيئات اللي ممكن نتعرض لها، طبعا أكثر الناس ممكن تكون عندهم خوف أو ممكن يكون عندهم ارتباك من موضوع طبعا البوتوكس بصورة عامة. ممكن يقول إنه أنا راح أحس بألم أو ممكن أحس بتعب أو ممكن أحس بأمور ثانية. طبعا يفضل لكل الناس اللي طبعا يحبون يستخدمون بالبداية مثلا البوتوكس، يفضل طبعا نتأكد من نقاط أساسية. لو كان هو خايف من موضوع الإبرة ممكن نخليه التخدير قبل نص ساعة تقريبا من العملية حتى ما يحس بألم الوغزة فقط. بعض الناس ممكن يصاحبهم ألم وجع رأس بسيط، ألم بالرأس ممكن يستمر لمدة يوم أو نص يوم، هذا شيء طبيعي جدا، ممكن ناخذ بنادول بعد العملية الحقن مباشرة فقط. أكيد عندنا الجلسة راح تكمل يانا من 10 إلى 20 دقيقة تقريبا فترة الحقن كاملة إذا كانت للوجه أو كانت حتى بالجسم، تختلف حسب الشخصيات أو حسب الحالات اللي عندنا. بعض الأحيان يكون عندنا ارتباك أكثر، فنحاول دائما نكون مسترخين وننتظر النتيجة اللي ممكن نحصلها. أيضا النقطة الأساسية اللي ننتبه لها، طبعا هذه نقطة مهمة جدا لكل السيدات، يفضل أنه تنتبه على النتائج باستمرار وتفضل أنه تلتزم بكل المعلومات اللي ينطونا إياها قبل الحقن. يفضل أن ننتبه أنه نوعية الأدوية اللي إحنا ماخذيها، أكو نوع من الأدوية ممكن نستخدمها المريض اللي تخلي الدم دائما يسيل يمنع تخثره، يفضل أن نقطعها بفترة معينة حتى أي قطرة دم ولو كانت خفيفة تنتهي. أيضا ممكن نستخدم الآيس باج اللي هو كيس الثلج مباشرة بعد الحقن حتى يخف الورم نهائيا. ممكن أيضا ننتبه أنه دائما عندنا دائما الورم ممكن يكون خفيف جدا بعد الحقن، لكن هذا الورم يعني يوم ممكن نهاية اليوم ينتهي أو نص يوم فقط أكيد راح ينتهي نهائيا. الحمار اللي ممكن يكون موجود هذا طبيعي جدا، كان الوغزة وبعدها ينتهي الموضوع بدون أي مشاكل. تبدي تنبسط العضلات وتبدي يبين علينا مباشرة أنه إحنا صعب نستجيب إلى هذا الموضوع، لكن يفضل أنه حتى وإن حصلنا إلى النتيجة المرضية يفضل أنه نتأكد من نقطة أساسية أنه إحنا لازم وإجباري أنه إحنا نشارك أو نذهب للطبيب مرة ثانية نتأكد من النتائج اللي حصلناها.
ممكن تكون من ضمن السلبيات اللي موجودة، السلبيات اللي ممكن بعض الناس يقول أنه أنا ما حصلت النتيجة المرضية بالنسبة لحقني من هذه المادة. فأكيد يفضل أنه نتأكد 100% من المواد اللي حقناها، وأيضا مو بس من المواد، ممكن تكون استجابتي أنا كشخص تختلف عن الشخص الآخر، فيفضل أنه أتأكد بدون ما أكون متسرعة بالقرار، أتأكد من كل المواضيع اللي تخص عضلات البشرة، اللي ممكن تكون العضلات يحتاج لها مادة أكثر أو حتى يحتاج لها حقن لمرة ثانية أو غيرها من الأمور. طبعا هذه النقاط بسيطة جدا لو التزمنا بها. ايضا بالنسبه الى التعرق، التعرق بسيط جدا، حقن ما راح نحس بالم، راح نخلي نسبه من ماده احنا مثل ما نقول المخدر، ان كانت كريم او كانت بخاخ، نستخدمها لفتره معينه وبعدها نحقن باماكن التعرق بالضبط، راح نخلص من مشكله التعرق المستمر يسبب لنا احراجات ويسبب لنا دائما مشاكل، ان كانت بالايد او حتى بالرجل او حتى بالابط، راح نتخلص منها لفتره طويله، ما تقل الفتره عن سنه الى سنتين. طبعا هذه ايضا من ضمن الامور اللي نضيفها. نقطة أساسية، الرجل دائما يأخذ ضعف الكمية اللي ممكن تنضاف إلى السيدة. طبعا ممكن نلاحظ هذا الموضوع بشكل كبير، ولهذا يفضل أنه قبل ما نبدي نستخدم الموضوع دائما نحاول نستخدم أو نكون على دراية بهذا الموضوع حتى نركز على هذه النقاط. أكيد راح يكون الطبيب أو الشخص اللي راح يحقننا إياه إن كان خبير راح يفهمنا كل التفاصيل أو الأمور اللي مطلوبة. أول يوم إلى ممكن من نوطي راسنا نهائيا لأسباب ممكن لأربع ساعات ما نتمدد غيرها من الأمور، يشرح لنا كل التفاصيل حتى نحصل النتيجة المرضية والنتيجة النهائية بالنسبة لنا. إذا التجاعيد بدأت تكون موضوع سهل جدا أو ممكن نقول موضوع بسيط ممكن نتخلص منه بشكل كبير وبشكل سريع إذا التزمنا بأمور بسيطة جدا. ويانا اتصال من مها من بغداد. ألو ألو مها تسمعيني؟ صباح الخير. صباح النور. أنت عرفت إنه بالنسبة لعمليات التجميل. نعم. وأريد أعيدها. نعم. يعني أكو ضرر عليها إذا حبيت أعيدها. نهائياً إذا عملية البوتوكس تقصدين هي كحقن البوتوكس فأكيد مستحيل راح يكون أي مشكلة عليها أو ضرر، لكن يفضل إنه تراجعين الشخص المعني، يعني ممكن تروحين لمركز تجميل أو إلى طبيب، بس مجرد تذكرين الفترة اللي حقنتي بها، وإذا عندك اسم المادة يفضل، إذا ما عندك اسم المادة فقط الفترة اللي حقنتي بها حتى ترجعين تحقنين مرة ثانية. العفو، أخذت أبر أمريكية يعني موجود حاجة هي هنا مختلف الماركات موجودة أبر وأفضل من عندها أيضا موجود، لكن أنت تحت تسمية أمريكي فقط فأكون مليون نوعية، لكن راح يشرح لك الفكرة. نعم الخبير ما نطالي اسمها يعني إذا موجود اسمها معلتك. أكيد إذا موجود اسمها والعلبة موجودة عندك فكل السهل ممكن تحصليها وتحقنيها. إنه قال لي لك تستخدمين الصينية أو هاي الأدوية الموجودة. تختلف، إذا الشخص حاب يحافظ على اسمه فأكيد ما راح يستخدم لك لا صيني ولا كوري ولا غيرها، أكيد راح يستخدم لك النوعية المفيدة إلك، وبالنهاية أنت راح تشوفين الفرق على هذا الموضوع. ممكن تبقين يانا يعني بالكنترول، أكيد ممكن تبقين بالكنترول تأخذين الرقم والعنوان حتى تجيني تراجعيني، وأكيد راح أنطيك تنطيني اسم المادة اللي أنت حابة تحقنيها وأنطيك اسم المادة اللي موجودة عندنا حتى صار عندك فكرة وأكيد تدللي. شكرا لاتصالك. وصلنا وياكم نهاية فقرتنا لهذا اليوم بخصوص البوتوكس وكل مواضيع التجاعيد ممكن نتخلص منها إذا بوتوكس إذا فيلر أو غيرها من النوعيات، وحتى بحلقات قادمة ممكن راح نستخدم الفات أو فائدة الفات أو فرقة عن الأنواع الثانية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا بهذه الحلقة، نلتقيكم مواد أخرى. مع السلامة. إذن مشاهدينا بعد ما تابعنا فقرة تاتش وشكرا فرح، الآن راح ننتقل إلى تقرير آخر هو عن ندوة عن فيلم قصير اسمه ألو يا مصر، فلنتابع. هو يعني روعة الفيلم إنه فيلم قصير،
إن المدرسة الحديثة هو الوصول السريع كحقنة مكثفة تلمس في العقل الواعي والعقل الباطن مع قصص كلنا عشناها. فده هذا النوع من الفيلم، أولا فيلم قصير فتكلفته بتبقى قليلة، زمنه قليل، وصوله أسرع، فبيسمى في علم النفس زي الكاتاليست أو الاستيميوليشن اللي هو المثير أو الحافز. فزي كده سوري في التشبيه، زي الفلفل الأسود لما بشمم واحد فلفل أسود فيقوم يعطس، فنفس الحكاية أنا لما بشممك أو بتفرجك على فيلم مدته قصيرة فكل الجمهور بيخرج مع الاحتفاظ بالتشبيه فيقوم يجتر أو بيعمل حاجة اسمها ريسونانس لمجموعة قصص حصلت برضو معاه، فيقوم يبقى هو المخرج وهو المؤلف لمجموعة كبيرة جدا من القصص تؤكد حقيقة مؤكدة أن التعامل مع الآخر على أساس إنساني وعلى أساس مقداره في أنه هو يتفاعل معايا وعلى أساس أنه هو وفي ولا غير وفي، على أساس أنه هو مخلص ولا غير مخلص، على كل هذه الأسس بغض النظر عن أن أنا ببصله على تقسيم آخر. هي الفكرة أن أنا مش جاية علشان الفيلم، أنا جاية علشان المبدأ أو الهدف من وراء ده، لان احنا انا اعتقد ان احنا عدينا مرحله ان احنا عايزين نثبت ان مسلم ومسيحي ايد واحده، وعايزين وعدينا مرحله ان هنقول احنا ولاد بلد واحده، وعدينا كل المراحل اللي هي او الافكار الدخيله على مجتمعنا. احنا بالمفهوم البسيط او بالمفهوم العميق ورا الفيلم وراء الدعوة لإقامة مهرجان للأفلام القصيرة اللي بتؤكد على فكرة المواطنة، هو ده الأهم، مش إثبات الوطنية، لا، فكرة المواطنة، لا تمييز ولا تصنيف على أساس جنس ولا دين ولا عرق ولا حدود أهلنا في سينا ولا النوبة ولا أي تمييز ولا أي تصنيف. ده اللي احنا بنحارب عليه زي ما بنحارب على إرساء دولة القانون. ففكرة المواطنة والانتماء للوطن هو ده اللي شجعني ان انا اجي وادعو لإقامة هذا المهرجان. لا، مشاركتي كمشاركة اي مصري يحب مصر وبيحب يوصل رسالة للعالم ان احنا كلنا مصريين ولا فرق بين أحد، والدين لا يمكن يفرق بيننا، الدين دي حاجة شخصية وكل واحد حر إن هو يؤمن بما يريده، إنما كلنا مصريين مولدين على أرض مصر ولنا كلنا كل الحقوق، وكل مصري لازم يكون له كل الحقوق بما أنه ولد على أرض مصر. إذن مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا التقرير عن هذه الندوة، الآن ننتقل إلى فقرة الأبراج زودياك مع جنان. صباح الخير جنان. صباح الخير سرمد، صباح الخير لكل مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فقرة زودياك لهذا اليوم. أكيد الخارطة الفلكية تغيرت البارحة، وأكيد كان لها تأثير قوي في تتابع الأمور وكذلك تتابع الاستنتاجات الفلكية في الاعتيادي والجانب الرئيسي. ومثل ما ذكرت لكم بالسابق أنه علماء الفلك دائما وأبدا يعزون الأهمية الكبرى لحركة الشمس وكذلك حركة القمر وكذلك حركة نوعية التناغم الذي يحدث مع هذين الكوكبين. الكوكب الأم هو أكيد تأثيره قوي، وهي نلمح أو عندنا في الدليل قوي على أنه الكواكب لها تأثير بالشكل اللي نشوف به سيدة الكواكب والشمس كيف تمنح الضوء والحرارة والدفء، إضافة إلى ذلك لحياة النبات وكذلك لتسيير المجموعة الشمسية اللي تدور دائما الكواكب حولها. فتناغم الشمس مع القمر، لأنه القمر هو التابع الوحيد للأرض والكوكب الصالح للسكن، أكيد
هذا التناغم له علاقة كبيرة في يعني وضعية أو اعتبارات الخبراء الفلك وكذلك استقراءات الخارطة الفلكية وتأثيرها. أكيد انتقال الشمس البارحة إلى برج القوس الناري وبدء فترة برج القوس أو سنة فلكية لمواليد برج القوس، نقول لهم أحبائي مواليد برج القوس قاطبة سيكون لنا كلام عن هذا البرج من خلال صفاته وكذلك من خلال عشرياته، وكذلك رح نتكلم إن شاء الله بشكل أوسع عن ماهية تأثير دخول الشمس إلى برج القوس، وهل هناك أبراج ستستفيد من هذا وهل هناك أبراج قد لا تستفيد. أكيد وبالتأكيد هذا إن شاء الله رح نتطرق له بوقت يكون فقرتي يكون بوقته أكثر وأشمل إن شاء الله حتى نقدر نسد هالموضوع الكبير. تغيير الخارطة الفلكية و اختلافها وانهاء عملية خلو المسار الشمسية لبرج للشمس انهت ودخلت واستقرت في برج القوس الناري، على الرغم من انه الخبراء الفلكيين يعتقدون انه الفترة الاولى اللي تبدأ من 22 ولغاية 1 دائما هي تعتبر فترة خلو مسار شمسية، يعني يعتبرون العشرة ايام هي خلو مسار، لكن احنا عندنا استقرار التوقيت اللي تدخل به هو في هذا الوقت إلى أن تدخل وتتوغل، لأنه إحنا نعتبر أنه الشمس عندها هالة، فهالة الشمس تسبق شلون نقول دخولها هي كشكل أفضل ولهالتها التأثير الكبير 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 على المجموعة الشمسية ومن ضمنها كوكبنا الأرض. نأتي الآن إلى رؤية الخارطة الفلكية والتناغم الفلكي أو التنافر الفلكي، وأي أبراج راح تستفيد هذا الشهر وأي أبراج قد لا تستفيد من هذا الشهر حتى نعطيها خبر وعلم خصوصا في الأيام الأقل حظا. بالنسبة للشمس حاليا دخلت البارحة إلى برج القوس الناري، ونقول لكم أحبائي مواليد برج القوس التي تبدأ فترتكم من 22-11 لغاية 21-12، نقول لكم إن شاء الله تكون سنة فلكية جيدة، رح تكون إن شاء الله مليئة بالمفاجآت. مواليد برج القوس مع دخول الشمس إلى برجكم وكذلك رح يدخل كوكب عطارد ووجود الزهرة في بيت المال، أحبائي مواليد برج القوس ابذلوا الجهود في هذه الفترة لأجل أنه تعززون وضعكم المالي أو وضعكم المهني، لأنه فترة ذهبية جدا رح تكون اعتيادي، اعملوا جاهدين لأجل أن تستفيدون من هذا التواجد الفلكي للشمس وكذلك عطارد وكذلك الزهرة في برج الجدي. أحبائي الفترة إيجابية إيجابية، مولود برج القوس أتمنى لك بداية سنة موفقة وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير على التتابع، أتمنى لكم الخير والموفقية وبذل الجهود لأجل بدء سنة إيجابية إن شاء الله، وهي تحمل في طياتها استقرار مادي وكذلك أخبار سارة لكثير من مواليد برج القوس الناري. هذا الكلام ينطبق أيضا على من المجاميع اللي تتبع طوالعهم أيضا القوس، فاللي طالع القوس أيضا رح يستفيد من هذا الموضوع. الآن الشمس موجودة في برج القوس وبدأت سنة فلكية، والكوكب عطارد ما زال موجودا في برج العقرب، إذن هناك تجمهر كوكبي موجود في الجنوب، هذا يجعل المولود لهذه الفترة يكون شوية نوعا ما اتكالي وما يعتمد على نفسه. هذا الشيء. بالناحية أخرى نتكلم عن الزهرة ووجودها في برج الجدي، إذن هسه الشمس قوس عطارد عقرب زهرة جدي
مريخ عذراء، سرطان المشتري في برج السرطان، زحل في العقرب، كوكب أورانوس، كوكب الزلازل والبراكين اللي أثر على صفائح الأرض، موجود في حالة تراجع في برج الحمل الناري، كوكب نبتون في برج الحوت، بلوتو في برج الجدي، والقمر أخيرا هو موجود في برج الأسد. يدخل القمر في برج العذراء في يوم 25 من هذا الشهر، إذن بعد يومين. إذن وجود القمر في برج الأسد هو لصالح المجاميع النارية. دخول الشمس في برج القوس وتناغمها مع القمر وتشكيل زوايا جيدة راح يفيد المجموعة النارية، وما يفيد المجموعة الأساسية اللي هي مجموعة الثور والأسد وعفواً العقرب والدلو. إذا نأتي الآن إلى استقراءات سريعة لوضعية القمر وتأثيره بوجوده في برج الأسد الناري على بقية الأبراج. مولود برج الحمل، حبيبي مولود برج الحمل وعزيزي، أولاً الفترة بالنسبة لك عاطفية، تسمح لك أولاً وأخيراً بفتح مجالات كثيرة في حياتك. راح تبدي شوية هاليومين تشعر بشيء من الاستقرار النفسي وكذلك الصحي. هناك أمور جيدة جداً، تناغم فلكي، كوكب أورانوس راح يتناغم مع الشمس الموجودة في برج القوس والقمر، فهناك مثلث جيد راح تستفاد أنت من عنده عزيزي. حاول هذه الفترة لغاية إن شاء الله ما يدخل القمر إلى برج الميزان يوم 27، حاول أنه تستفيد من هذه الفترة مولود برج الحمل. بالنسبة إلى مولود برج الثور، أمور عائلية تخصك أو تخص أحد أحبائك، أمور منزلية أو متعلقات شخصية على هامش هذين اليومين، حاول أنه تكون أكثر صبراً لأنه وجود القمر في برج الأسد شيئاً ما يفيدك. أصبر إلى غاية يوم إن شاء الله 25 الشهر ينتقل القمر إلى برج العذراء، راح تكون وضعيتك هواية أفضل. مولود برج الجوزاء، عزيزي مولود برج الجوزاء، أنت في هذه الفترة النجم اللامع والساطع كما هو معهود بيك، شخصيتك راح تكون جدا قوية ونافذة. أخشى أنه يكون عندك فتح خلافات مع أحد الأشقاء أو المحيطين بيك، لكن الفترة تقول الفترة جيدة جدا إن شاء الله كفضل المشاكل والحوارات والتواصل الاجتماعي، كذلك السفر القريب. مولود برج السرطان، عزيزي مولود برج السرطان، وجود القمر في برج الأسد يقول لك الفترة جيدة نوعا ما للبعض منكم، والعشرية اللي تتبع القمر اللي هي العشرية الثالثة قد تعاني من وعكة صحية بسيطة، مصاريف استشفائية طارئة أو مصاريف طارئة قد تتعرضوا لها، حافظوا على الميزانية، أو إذا كان عندكم أنتم نية في شراء أو بيع أشياء في هذه الفترة تكون مناسبة جدا، فرصة لتعويض خسارة، أرباح قد تأتيكم مبالغ من المال أو خبر سار في طريقة إليك مولود برج السرطان. مولود برج الأسد، القمر موجود في برجك عزيزي وهو يشكل تناغما جميلا مع الشمس حاليا اللي دخلت إلى برج القوس، وكذلك سيشكل تناغم أيضا مع كوكب أورانوس الموجود في برج الحمل، هذا من ناحية جيد، لكن من ناحية أخرى يشكل زاوية سلبية مع عطارد وزحل في برج العقرب. إذن الفترة تبدو بين البينين لك، فنسبة الاستفادة تقريبا 55-60% من هذا. ننتظر إلى أن يدخل القمر إلى برج العذراء فرح تشعر بشيء من التحسن أكثر من الفترة الحالية. مولود برج العذراء، عزيزي لا تبدأ بأي شيء جديد، القمر في منطقة النهاية بالنسبة لك، فحاول قدر الإمكان أنه ما تبدأ بشيء جديد، تكتفي بالعمل الروتيني، تحافظ على موضوع الصحة.
مولود برج الميزان الفترة جيدة وإيجابية بالنسبة لك، حاول أنه تستغلها بشكل أمثل. القمر في بيتك الدعش، خبر قد يأتي كسار تفرح به. بالنسبة إلى مولود برج العقرب، السمعة والمهنة والشأن العام والنجاح مهور هذه الفترة. حاول أنه تعزز وضعك المهني ونجاحك الاجتماعي. قد تصاب بوعكة صحية، إن شاء الله حاول قدر الإمكان أنه تحافظ على موضوعة الصحة. مولود برج القوس الفترة إيجابية جدا بالنسبة لك، وجود القمر في برج ناري وتناغمه مع الشمس ده يجعل هذين اليومين مناسبين جدا جدا لك. نسبة الطاقة راح ترتفع عندك، هرمون الأدرينالين راح يبدي يدخل إلى مجال حدوده الطبيعية. القلق والتوجس اللي ده تشعر به إن شاء الله راح يتلاشى مع استقرار الشمس ودخولها، فترة إيجابية جدا استفيد منها. مولود برج الجدي الفترة بالنسبة لك مالية من ناحية تسديد ديون أو أخذ ديون أو تعاملات مع المصرف. عقلك الباطن رح يعمل بشكل تقريبا 80%. حاول قدر الإمكان أنه تستفيد من هذه الفترة وخصوصا يعني هذا الأسبوع. مولود برج الدلو كن أكثر صبراً مع شريك العمل وشريك العاطفة. وعكة صحية وتكاسل للعشرية الثالثة، حاول قدر الإمكان أنه تماشي الأمور على صعيد المهنة وكذلك على صعيد المحيطين معك. حاول قدر الإمكان أنه تمشي الأمور إلى أن يدخل القمر إلى برج العذراء. مولود برج الحوت تقول لك الفترة أن القمر موجود في بيت الصحة والعمل، كن أكثر صبرا مع زملائك في العمل، إضافة إلى احتمال توعك صحي يصيب البعض من عندكم. مشغوليات ومسؤوليات راح تنضاف إلى سلسلة مهامكم، حاول قدر الإمكان أنه تكون في موجود في يعني شلون نقول في داخل مودك، ولا تدخل إلى جدولك أعمال لأنه راح تتفاجئ بأعمال طارئة راح تجيك. هذه ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة لوجود القمر في برج الأسد، وإن شاء الله نتكلم بكرة بشكل أوسع وأشمل عن الخارطة الفلكية وتناغمها وتأثير دخول الشمس إلى برج القوس الناري وماهيته. أتمنى لكم الخير والموفقية. أرى زميلي سرمد داخل إلى الاستوديو مع ضيفتنا الكريمة، أهلا وسهلا بكم، أترك لهم الاستوديو، آمل لكم قضاء أطيب الأوقات. من جديد أهلا بكم مشاهدي الكرام، ما زلنا مستنين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، التعامل غير الإيجابي مع الطلبة وفن التعامل بين الأستاذ والطالب هو محور حوارنا مع الدكتورة ناس بدر خان اختصاص علم النفس. أهلا ومرحبا، صباح الخير. أهلا، صباح الخير بكم يا دكتورة. قبل أن ندخل بتفاصيل موضوعنا هذا اليوم، معنا تقرير حول موضوعنا هذا اليوم، تابع أنا وحضرتك والمشاهدين وبعدها نعود فنتابع. مهمة جدا في بناء شخصية الإنسان، فيجب على الوالدين والمعلم الذي يعتبر الأب الثالث للطفل أن يتعامل التعامل الصحيح والسليم مع هذا الطفل، ولا يضع حاجزا للخوف وعدم الطمأنينة في حياته، والذي ينعكس عليه سلبا في إكمال مسيرة حياته، وإنما يستخدمون ما يتيسر من أساليب التربية وما بقي في ذاكرتهم من أساليب الآباء والأجداد الذي تربوا عليه ونشأوا نشأة صحيحة. ولكن بعض الآباء يهمل تربية ابنه بحجة أنه صغير وأنه مشغول بكسب المادة والأنس مع الأصدقاء أو القيام ببعض الأعمال المهمة، أو أن يتعامل بعض الأساتذة بشكل غير صحيح، وخاصة ما نجده في مدارسنا اليوم من تعامل سيء مع الطلبة في بعض المدارس وبعض المدرسين. وفي هذه الحالة إذ تعود الطلاب على عادات سيئة وألفوا سلوكا لا يليق بهم، فهنا سوف يطبع الطالب هذا السلوك في ذاكرته، وحينها يصعب توجيهه وتعديل سلوكه. ودائما ما يكون الطفل بحاجة إلى من يحميه ويرعاه، وهو يحتاج إلى حضن دافئ ممن هم أكبر منه سنا وأعظم قدرا. وقد يلجأ الإنسان كل من تابه ما يهدده أو يفزعه
إلى تلك القوة التي تمده بالأمن والاستقرار، وهذا ما يجده دائما في معلمه. ولذا فينبغي على المعلم أن يستثمر هذا الحب والتعلق في تعلقهم بالله والاعتماد عليه، لأنه هو سبحانه مصدر قوة المسلم وأمنه وسعادته. وعلى المدرس أو المعلم أن يتعامل التعامل الصحيح مع الطالب لكي ينعم بحياة مليئة بالأمن والسلام. مشاهدينا، تابعنا هذا التقرير عن التعامل غير إيجابي بين الأستاذ والطالب، وأيضا كيف هو يكون فن التعامل بين الأستاذ والطالب. دكتورة، تابعنا التقرير وكنا نتكلم عن حضرتك قبل الفاصل، أنه إيش قد مهم أن يكون الأستاذ مقبول لدى الطالب نفسيا على الأقل، فضلا طبعا الإمكانيات أنه الإمكانيات اللي يمتلكها في إيصال المعلومة، مش قد هذا يكون مهم على أداء أو مستوى الطالب فيما بعد في سنوات الدراسة المختلفة؟ طبعا هذا له تأثير كبير جدا على الطالب، كون أنه المدرس خلينا نقول هو المسؤول الأول عن عملية التعليم. دائما احنا نقول ان المدرس هو المربي وهو المعلم وهو الحقيقه كل شيء في العمليه التعليميه والتربويه. وحقيقه انا اريد اشير على مساله مهمه جدا، انه الدور التربوي للمعلم والمدرس يكون الى الدور الاكبر ويسبق التعليم، وهذا المفترض انه كل المعلمين المدرسين انه يفهمون هذا الموضوع قبل ما انه يفكرون بالعملية التعليمية. هي أكيد التدريس والتعليم أيضا مهم جدا، لكن الجانب التربوي اللي الكثير من المدرسين والمعلمين دي يغفلون هذا الجانب، يتصور أنه هو يقدم الجانب العلمي والتعليم، هذا هو الحقيقة الشيء الأساسي في العملية التعليمية. وهذا الشيء الخطأ اللي الكثير منهم يهملون الجانب التربوي والجانب الإرشادي وكثير من الجانب الأخرى اللي المفروض هو يكون إلى الأولوية بالنسبة للمعلم وعلاقته مع الطالب. هذه الأمور المهمة اللي هي اللي تخلي الطالب يتواصل وياه في الجانب العلمي أيضا. هذا الموضوع يفرق يعني في المراحل الدراسية بمعنى الابتدائية، خصوصا صف الأول ابتدائي مثلا، وبين المراحل الأخرى المتوسطة الإعدادية وحتى الجامعة. هي طريقة التعامل تختلف، تعرف يعني الطفل هو أول ما يجي صغير يراد له اهتمام خاص ويراد له فد تربية خاصة ويراد له فد كلام خاص. أنا أقصد أن التركيز يجب أن يكون أكبر على هذه المراحل. والله أنا أشوف أنه مو قصة التركيز، إحنا كل واحد يجب أن يأخذ دوره في المرحلة اللي هو دي يقوم بها ودي يدرسها. يعني أهم شيء هو ما يخفل الجانب التربوي والجانب اللي يكون هو اتصال، يكون اتصال مباشر مع الطالب، شلون يتعامل ويا هذا الطالب سواء هذا الطالب هو صغير. طبعا اكيد طريقه التعامل تختلف مع الجانب الطلاب اللي يكونوا هم في رياض الاطفال والطلاب اللي يكونون في المدرسه والطلاب اللي يكونون يعني بعدين ينتقلون من الابتدائيه الى مراحل اعلى واعلى. لكن اول ما المعلم يخلي في باله انه كيف ان يكون هو تربويا قبل ما ان يكون علميا، هذا الجانب الاهم. لذلك السبب احنا دائما نقول التربيه تسبق التعليم. خلينا نعطي امثله دكتوره. يعني اليوم وفي حالات موجوده في مدارسنا حتى نحكي عن المراحل كلها، طلبه بالصف الاول ابتدائي احيانا يضربون، يشتمون احيانا في لانه هو كان يعني غير منضبط داخل الصف. فبالتالي هو يعني المنطق يقول انه طلبه الصف الاول ابتدائي جايين من رياض الاطفال، قسم اصلا مداخل من رياض الاطفال، هذه الفتره هي فتره حركه وغير منضبط، الطفل بعد ما يعرف المدرسه كيف هي تقاليدها وتعليماتها. فبالتالي ضرب الطفل في هذا العمر ومع تعليمات الوزاره بعدم الضرب وايضا حتى ممكن يكون هناك عقوبه، لكن هذا موجود ويأثر بشكل كبير على الأطفال. هذا كيف ممكن يتعامل الأمر مع الأستاذ؟ يعني حقيقة هناك مسألة مهمة جدا، أنا دا أستغرب لماذا هذه السنوات الأخيرة بدأت مسألة الضرب تزداد بمدارسنا العراقية. يعني هل أنه قلت رقابة وزارة التربية على هذه المدارس، قلت تدخل المشرفين التربويين اللي هم يزورون المدارس في موضوع
يعني علاقة المدرسين مع الطلبة واهتمامهم فقط أحيانا، وحتى أحيانا الجانب العلمي هم ما يهتمون به، لكن الجانب التربوي أنا يعني دا ألاحظ كثرة الشكاوي كثيرة كثيرة بشكل كبير. يمكن إحنا من الناس اللي نعاني من عندها وأولادنا بالمدارس، في حين أنا أقارن نفسي سابقا يعني مع العلم التطور الآن أكثر، والأساليب التربية المفروض هسه تكون حديثة أكثر، أساليب التدريس والتعامل مع الطالب هسه اختلفت. طالبنا الآن خلينا نقول مو بس طالبنا، طفلنا هسه يختلف عن الطفل السابق قبل سنوات أو قبل حتى لو 5 سنوات وقبل 10 سنوات. هذا الطفل كان اهتماماته أقل، أهدافه أقل، طموحه أقل، رغباته أقل، هواياته أقل. هسه طفلنا وطالبنا بدت تطلعاته تكون أكبر، لأنه تعرف التطور اللي يصير هو دا يواكب هذا التطور، عقليته أيضا بتنضج بشكل أسرع وأكبر، فما يتحمل هو الأساليب القديمة وأساليب التعامل القديمة. حتى إحنا ويا أطفالنا اختلف تعاملنا وياهم مما كانوا سابقا احتمال آبائنا وأمهاتنا يتعاملون. إذن شوفينا يعني قد يكون المشكلة باختيار المدرس نفسه، يعني بدون ماكو ضوابط. الضوابط ماكو، وأيضا يعني الرقابة ماكو على المدرسين والمعلمين. يعني لماذا يضرب الطالب في المدرسة إذا هي قضية تعامل أو قضية تعديل سلوك؟ فأعتقد أنه تعديل السلوك ما يتم عن طريق الضرب نهائيا، بالعكس يعني أنت تشوه صورة المدرسة وتشوه صورة المعلم. لذلك السبب هسه لو احنا نسوي فد احصائيه لاطفالنا وبالمدارس وحتى عند الاسر العراقيه نشوف عدم رغبه الاطفال في الذهاب للمدرسه. يعني انا كلش اريد اهتم بهذا الموضوع، واني من الناس اللي مهتمين جدا في هذا الموضوع. لماذا اطفالنا لا يرغبون بالذهاب الى المدارسنا؟ ليش أطفالنا ما يحبون يروحون للمدرسة؟ بسبب طريقة التعليم. ليش يتخيل أنه المدرسة فتشي رعب؟ يعني ليش يريد ينتظر الفرصة لمجيء العطلة؟ ليش بالعكس ما يكره العطلة ويحب المدرسة؟ إذن أكو شيء مرعب بالمدرسة ينتظره. هذا الشيء المرعب أنه صورة المعلم هذا كأنما هي صورة وحش دي يتخيله هو بالمدرسة موجود، والمدرسة كأنما هي سجن ومكان للعقاب ومكان للحساب. يعني لماذا بهالصورة بهالشكل هذا مدارسنا؟ وأحيانا قد تكون مدرسة يعني سمعتها جيدة، سمعة جيدة مدارس تميز، يعني لكن بنفس الوقت عندها أساتذة يتعاملوا بطريقة. يعني هناك مدارس، هنا مدارس عندنا حكومية، خلينا نقول قبل الأهلية مدارس حكومية ولها سمعة كبيرة ولها سمعة قديمة ومن مدارس متميزة بالعراق. يعني أطفال ينضربون وأطفال ينضربون بوحشية. طيب طفل يرجع للبيت يعني هذا الراسة وهذا الأنا وهذا، يعني شنو هو رايح حرب معركة. رايح معركة. يعني حتى مرات أحيانا بينه وبين زملاء أكو فت عنف شديد يصير بيناتهم. طيب هاي المدرسة لدت مدد حد من هذا العنف اللي موجود بينهم. إدارة مدرسة مثلا تحاسب الأستاذ. الإدارة والمدارس هم أصلا دي يصرفون بعنف ويا الأطفال، لذلك السبب هم حتى العنف اللي دي يصير بين الأطفال هم مدى ينتبهون إليه، لأن هم أصلا دي يعنفون الطفل وهم عنيفين وياه. صار هنا هذه يعني حالات تتكرر بكثير مدارس، ولا ممكن ما نعمم الموضوع حتى نبتعد عن التعميم؟ والله أنا أقول لك، خلينا نقول أنا بالنسبة لي يعني قلت لك أنا متابعة جدا لهالموضوع، وهواي ناس يعني يشكولنا، وهواي ناس يعني تدري إحنا مجالنا التربوي والنفسي قريبين إحنا من الناس بهواي، يعني يعني كثرة الشكاوي وكثير من المدارس. يعني أنا ما راح أقول لك خلينا نقول 100%، لكن هو الظاهر صاير سلوك عام مدارسنا. والمشكلة اللي تقهرني أكثر حتى المدارس الأهلية اللي هي المفروض انفتحت المدارس الأهلية حتى تكون شوية نموذج أفضل من المدارس الحكومية. هسه صارت المدارس الأهلية مدارس تعمل لوحدها، ما حد مسؤول عليها، ولا أحد يشوفها ولا أحد يزورها. المشرف التربوي اللي يكون مسؤول عن المدارس الأهلية هذا المشرف كأنما هذه المدرسة ما أعرف يعني مدرسته، يعني أنت حتى من تنتقدها ما يسمح لك حتى تنتقد هذا الشيء. يعني قلت لك كلش قريبة من هالموضوع، لأن صارت أكثر من حالة أنا رحت بنفسي للمدارس وشفت أكثر من طفل دا يتعرض لضرب مو طبيعي، دا يتعرض لعنف مو طبيعي داخل المدرسة. لكن عندما يعني نوجه هذا الكلام للمسؤولين في وزارة التربية، يعني يصرحون دائما وعندهم كتب رسمية مرسلة إلى المدارس وإدارات المدارس من هذا الأمر ممنوع تماما. في نعم. مدرسة نعم. يعني عن في تجربة ميدانية، مديرة المدرسة في الطابور الصباحي نعم في الاصطفاف
نعم. تذكر تذكر الأساتذة هو على مسمع الطلاب أنه ممنوع ضرب الطلاب قدام الطلاب يعني موضوع مو سر. المديرة تردد هذا الكلام أنه ممنوع ضرب الأطفال، هذا أمر ممنوع ومرفوض وأيضا تتكرر هذه الحالة يعني في نفس المدرسة. أقول لك المشكلة أنه مدير المدرسة أحيانا هو نفسه يحد من هذه الظاهرة ويرتكبها يرتكبها في نفس الوقت. يعني طفل قبل كم يوم شفته عن طريق أصدقاء يعني دي تحدث لي يقول لي يعني أخذوني للإدارة، هو تعرف يعني متعاكين هو وأصدقائه يعني، فمن ماخذي الإدارة المدير المدرسة ضاربة، هاي مدارس طبعا أهلية همينة دا أحكي لك عنها، ضاربة بحيث وجهه يعني كلش صاير أحمر من راجع للصف. فسألي الأطفال قالي له منو ضاربة؟ قال لهم المدير، بس قالي لا تقول أنا ضربتك، لا تقول لحد أنا ضربتك. طيب يعني أنت إذا مدير مدرسة وبهالشكل لمن راحوا يحجون ياه ينكر يقول إحنا أبدا إحنا سياستنا ما عندنا ضرب وإحنا كذا وإحنا الضرب ممنوع وإحنا زين، أنت شون تنهي عن شغلة وتتحدث عنها وأنت بنفس ال... وأيضا ما كيف هي صورة المربي بعيون الأطفال وهو يتعامل معهم بهالطريقة؟ وهذه الأطفال ترى الأطفال ما يكذبون، الأطفال يعني حتى اللي خاصة بهم بالأعمار الصغيرة يعني لو جت متقنعة هو يرجع يحكي الحقيقة اللي هو شايفها بعينه. فتكون هذه المشاكسات تصير أحيانا بالمتوسطة بالإعدادية باعتبار هاي مرحلة المراهقة واللي يكون الشاب حريص، وهذه تكون أصعب طبعا، وهذا أصعب التعامل، أصعب أنه طفل بالمتوسطة أو خلينا نقول الشاب بالمتوسطة المراهق أو بالإعدادية إذا يتعرض للضرب أو لأي إساءة أو حتى الكلام، حتى الإهانة. أحيانا ترى أحيانا الإهانة والكلام هي يكون وقعها أكبر من الضرب اللي وفي مرحلة التحول، مرحلة التحول بيولوجي، هذا مرحلة تغيير بالهرمونات، مرحلة تغيير كبيرة تصير عنده، هو ما يتحمل انه الإساءة او الكلمة معينة او التصرف معين، لان تعرف هو راح يكون وسط زملائه اذا تعرض لاي إهانة او اي كلام جارح هذا راح يدي دائما مثل ما يقول متأثر على نفسيته. طبعا هذا فقط الشاب، أيضا الشابات اللي في مدارس البنات، أنا دا أقصد الطرفين يعني دا أقصد الإناث والذكور يعني. هذا الموضوع الحقيقة يعني إحنا دا نلاحظه يوم على يوم بدأ يصير موضوع مهمل، دا ينترك شكاوي كثيرة في هذا الجانب، الإساءة كثيرة بالنسبة للأطفال، إجراء حقيقي ماكو، فقدان المدارس للجانب التربوي، فقدان الإدارة في محاسبة المدرسين، بل فقدان وزارة التربية. وزارة التربية مفروض أنه يعني تضع قانون في محاسبة المعلمين والمدرسين الذين يسيئون إلى الطلبة. لكن كيف ممكن يثبت أنه الطفل يذكر أنه ضرب، المدرس ينكر، الإدارة تقف مع المدرس طبعا مو يعني مع الطالب؟ تكرار الحالة ما معقولة يعني، ما معقولة أنه الأطفال لما ديش تكون يعني تعرف شوف إحنا الطفل لما يحب المعلم ويحب الدرس هو راح تشوفه ايش قد مهتم حتى بالدرس هذا، هو يريد يكتب وهو يريد يسوي نشاط. طبعا مع وجود بعض الحالات اللي احيانا اذا المدرس احتد مع الطالب قد يجون اهله ويعني حتى تصل الى المساله الفصل العشائري احيانا بسبب انه المدرس ضرب طفل، او احيانا اذا تكلم معاه بلهجه. طبعا احنا مو مع انه المدرس يكون بهالطريقه مضغوط عليه، لكن اذا تم الاعتداء من قبله على الطفل وهو طفل، طفل هو لا حول ولا قوه يعني، كيف يتم التعامل معه؟ مو تعرف احنا يعني اول شيء قلت لك، اول شيء قلت لك لازم اكو فد استبيان يصير من قبل وزاره التربيه، وقانون صارم، هو قانون صارم لازم يكون، هو الحل، واستبيان يضعون استبيان بالبدايه اذا يكون فعلا عمل صحيح، انه ليش اطفالنا يكرهون هاي المدارس؟ شنو السبب؟ ترى الطفل يعني يجيب بسؤال واحد نعم لا، ليش تحب المدرسة وليش ما تحبها؟ تحبها نعم، ما تحبها لا، ليش ما تحبها؟ هو راح يبدي يحكي لك هذا من هذا الطفل الصغير، انت راح تكتشف الامور الكثيره والكبيره اللي تصير بالمدارس. مو معقوله كلهم ذي يكذبون دكتور يعني، احيانا يقولون المدرس الفلاني تعامله جيد، نموذجي، عنده وسائل حديثه بالتعامل مع الاطفال، والمدرس الاخر يعني حالات فرديه. هل الأمر يقتصر على الحالات الفردية نعتمد الآن على قدرة الأستاذ نفسه ولا على البرنامج وطني شامل حتى يتم النهوض بواقع المدارس؟ هو إحنا الأستاذ الجيد يعني هو يعني هذا أوتوماتيكياً هو جيد، فأي برنامج يعني يكون وطني حتى لو برنامج شامل هذا يعني هو حتى الأستاذ الجيد هو أوتوماتيكياً هو وياهم بالعملية هذه، بس إحنا الطفل هذا
صدقني ما يعرف يكذب، راح يقول لك هذا الأستاذ جيد وهذا الأستاذ مو جيد، هذا الأستاذ أحبه وهذا الأستاذ ما أحبه. ليش؟ لأنه دائما خاصة ذولي الأطفال الصغار اللي بيكونوا مراحل الابتدائية الاستبيان عليهم يجري بالصدق أكثر، لأن هم طبيعتهم يكونون صادقين وحبهم يكون صادق ما يكون مزيف، يعني مشاعرهم إذا واحد أو اثنين كذبوا بريئين بريئين، ما ممكن الكل راح يكذب، ما معقولة إنه الكل تكذب. يعني أنا أطلب إنه تكون هناك رقابة وتكون هناك لجان تجي للمدارس، هاي اللجان خل تسمع حتى من الأطفال، خل تسمع من المراهقين، خل تسمع من الشباب، شنو هذا اللي يصير؟ إحنا ليش دائما نركز فقط على الجامعة على الجامعة؟ إحنا الأساس من عندنا مو الجامعة. دكتور إحنا نصل نقترب من ختام حوارنا، فأنا دخلي حصة للجامعات، لأنه قد يكون بالجامعات أيضا موجود هذا الأمر، يعني يستغربون الناس اللي يسمعون الآن. صحيح. أكو أساتذة تتعامل ب يعني حقيقة بتسلط مع الطلاب دائما، ما أحيانا شباب يعني ناضجين يتعامل وياهم الأستاذ بغرابة وكأنما هم أطفال صغار، أحيانا حتى يواجهونهم الإهانات، في حين أنه نجد أنه طالب الجامعي يحب هذا الأستاذ ويحضر محاضرته حتى إذا كانت المادة جافة. صحيح. ويعزف عن الدخول إلى محاضرة أخرى بسبب الأستاذ. صحيح. يعني هل ممكن أنه اليوم إحنا في القرن 21 أستاذ جامعي يتعامل مع الطلاب بهذه الطريقة؟ وحضرتك أستاذ جامعي وقريبة من هذا الأمر. أكيد أكيد أستاذ جامعي دائما أنا أشوفه هو بالعكس، يعني صحيح أنه هناك بعض الأساتذة اللي يكونون احتمال محاضرتهم نوعا ما جافة، نوعا تعتمد على طريقته وتعتمد على أسلوبه، أحيانا تعتمد حتى على عمره وتعتمد على أعمار اللي موجودة وياه. يعني إحنا أحيانا همنا بالجامعة سلوكنا وتصرفاتنا تختلف عن اللي يصير بالمدارس، المقارنة هنا ما موجودة. ليش؟ لأنه إحنا طالبنا اللي يجي للجامعة يكون طالب أكبر، حرية التعبير عنده أكثر، أكثر يقدر ينطي رأيه ويناقش بحرية أكثر من اللي موجود بالمدارس. ترى المدرسة يكون بيها الالتزام والكبت بشكل أكبر من المدرسة من الجامعة. الطالب لما يوصل مرحلة الجامعة بالعكس تكون إلى حرية أكثر، حرية أكثر في التعبير عن رأيه، حرية أكثر في المجادلة، في النقاش، في كثير من الأمور. فأني أعتقد هذا السلوك اللي دا يصير بالمدارس يعني حتى لو كان موجود نوعا ما بالكلية بس ما يوصل هالمرحلة. إحنا بالكلية مستحيل أكو جامعة هسه بيها ضرب أو بيها قسوة أو بيها شدة. أكو أحيانا أسلوب وطريقة الأستاذ تختلف عن الأستاذ الثاني مثلا. أكو أستاذ مرن، أكو أستاذ نوعا ما يعني شوية أكثر شدة وأكثر هذه، لكن أيضا قد يكون أستاذ أسلوبه غير جيد، أسلوبه أو غير جيد، أسلوبه غير جيد. نعم. يعني قد يوجد هذا الشيء. يعني إحنا ما راح نكون يعني بالعكس، هذه هاي أمور تتبع إلى طريقة وأسلوب الأستاذ. لكن الحقيقة إحنا حتى الطالب اللي يجي للجامعة دي يجي طالب معنف، لأنه الأغلبية منهم لأنه مروا بمراحل ردة فعل سلبية من الأستاذ مسبقاً هو ما أخذ وجهة نظر سلبية عن الأستاذ، لأنه هو أصلاً عاش عنف من مراحل الطفولة الابتدائية مات في المدارس. أنا أتمنى إذن فعلاً أنه كل من تابعنا من الأساتذة وحتى الطلبة وعوائلهم أن ينتبهون لهذا الموضوع، وطبعاً الوزارة المعنية لها الكلمة الفصل طبعاً في هذا الموضوع. في نهاية حوارنا أتوجه بشكر لحضرتك دكتورة ناز بدر خان استاذ علم النفس، شكرا جزيلا لحضورك اليوم. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا. وأيضا الشكر موصول لكل من تابعنا في حلقة هذا اليوم. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج يوم جديد. شكرا وإلى اللقاء.